السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، ووحشنا الاهلي كده ومفتقدين ماتشاته وبنحاول نصبر نفسنا يعني. ده اكيد طبعا. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولكن يبدو ان هذا هو اسبوع النادي الاهلي حتى في غياب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ولكن فوز لفريق النادي الاهلي في كره السله وكتيبه اوجستي ونجوم النادي الاهلي القلعه الحمراء اللي خلاص اصبحوا مطالبين دائما وابدا بتحقيق البطولات لانهم عودونا على كده، وتحديدا البطولات المحليه في انتظار البطوله الافريقيه ان شاء الله، وفوز ساحق على فريق سله نادي الزمالك سواء الكبار او الشباب في دوري المرتبط، اربع مباريات بينتهوا لصالح النادي الاهلي، ولسه ما خرجناش من فوز النادي الاهلي سلة على نادي الزمالك، وإذا بفريق مواليد 2005 بيحقق فوز النهاردة أيضا على نادي الزمالك في دوري الجمهورية مواليد 2005 بهدف للا شيء. يبدو أنه أسبوع جماهير النادي الأهلي حتى مع منتخب مصر، معظم جماهير القرى المصرية بينتموا للنادي الأهلي، كان برضو عندهم فرحة مع الفوز للمنتخب المصري حتى لو كان معنوي على المنتخب المصنف الثاني عالميا منتخب بلجيكا. فدائما وابدا يا رب شهر 11 يكون شهر افراح للنادي الاهلي وشهر انتصارات للنادي الاهلي، وفي غياب الفريق الاول تستمر الانتصارات بفرق اخرى سواء في كره القدم فريق الاشبال او الناشئين وايضا كره السله. اعتقد يا فارس حاله معنويه بتعيشها جماهير النادي الاهلي وتحديدا منذ توقف البطوله بعد فوز النادي الاهلي ببطوله السوبر وتحقيق العلامه الكامله في الدوري، حاله كنا محتاجينها من فتره طويله. طبعا على مستوى التتويجات في العاب الصالات اكيد، ولكن زي ما بقول لك على مستوى افتقاد مباريات النادي الاهلي يا جماعه الناس فعلا وحشها النادي الاهلي، خصوصا ان احنا كنا سايبين بصمه مختلفه، بطوله السوبر ماشيين كويس قوي في افريقيا، ماشيين كويس في الدوري، ففعلا الناس وحشها النادي الاهلي وحشها ماتشات النادي الاهلي، وعشان كده كل ما هو اهلي بيبقوا سعداء بيه. يمكن شفنا في كره السله اكيد انتصارات مهمه يعني رجال وسيدات، وشفنا فكرة ان انت لا انت عندك حاجة وعندك مشروع في العاب الصالات وعندك تغيير هوية بعض الالعاب، وده اللي احنا بنقوله وده اللي اتكلمنا فيه من بدري يا جماعة. جمهور النادي الاهلي لا يلجأ لالعاب الصالات تعويضا او عوضا عن اخفاقات في كرة القدم، هذا ليس حقيقي، هو بيحاول ان هو ينجح في كل اللعبات. وللامانة النادي الاهلي يا جماعة محطوط في حتة انا بشوف إن مفيش نادي في العالم، وأنا لا أبالغ، مفيش نادي في العالم مطالب بيها، مفيش نادي في العالم جمهوره بيطالبه إن في كل اللعبات ينجح، مفيش نادي في العالم جمهوره بيطالبه إن في ألعاب الصالات الجماعية أو الفردية لازم يكون محقق هذا القدر من النجاحات. وأنا بشوف إن البعض بيجي ياخدنا لتفوق في لعبة ما في ألعاب الصالات ويجي يقول لك إيه بص أنا إزاي مكتسح أو ملوك الصالات، لا انا بشوف انك ما ينفعش تلعب الجيم بدماغ غيرك، انت العب الجيم بدماغك انت، العب الجيم بالواقع بتاعك، العب الجيم بالمنطق اللي هو ايه. العاب الصالات دي العاب جماعيه وفي العاب فرديه، في رجال وفي سيدات، انت كلها بتصرف عليها وبتنفق عليها في قطاع البطوله، بالتالي نجاحك فيها هو في اي لعبه هو نجاح ليك. فانت ما يجيش البعض يختزل لعبه يا اسامه يقول لك اصل انا متفوق في كذا، لا تعال شوف النادي الاهلي مش متفوق بس في طايره، وحاليا في كره السله ازاي بنى هويه، وحاليا في اليد بيجيب افضل مدرب، لا بص كمان لما اجي اقول سيد لاشين، لما اجي اقول عصر، لما اجي اقول هنا جوده، لما اجي اقول يا جماعه صناعه البطل الاولمبي، الناس دي جزء من صناعه البطل الاولمبي. هو ده مش يا اسامه دور مهم جدا للنادي الاهلي ودور لنجاحات النادي الاهلي ودور في تفوقك في العاب الصالات، ولا هي العاب الصالات بالمزاج؟ لا هي مش بالمزاج طبعا، لكن النادي الاهلي كمان في نقطه مهمه جدا يا فارس، الفكره مش قصه تفوق مرتبط بانك تصرف اقصى ما لديك وانك تحقق التفوق. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي مشكله في كره اليد، فتعالى هات افضل نجوم لو بياخد مليون في فريقه فاعرض عليه 4 و5 مليون وهاته عشان تحقق انتصار سنه او سنتين وتبقى انت كده قدرت ترضي جماهير النادي الاهلي. لك الحقيقه القصه مش كده، القصه وانت كمان بتحقق البطولات في العاب الصالات عامل ميزانيه مناسبه لالعاب الصالات. بمعنى لما بيجي لاعب في العاب الصالات ويمكن تحديدا فتيات الذهب في كره الطائره، لما طلبوا مبالغ اعلى من امكانياتك، مش امكانياتك كنادي، من امكانيات اللعبه في مصر ورواتب اللعبه في مصر، اللي حصل ايه؟ شكرا مع السلامه.
راحوا فرق تانية اتدفع اربع اضعاف. طب هل النادي الاهلي هيتهز؟ انا بقول لكم ان شاء الله فريق سيدات الذهب في كره الطائره هيكتسح ايضا البطولات المحليه كما عودنا. وعشان كده بقول لك النادي الاهلي له فلسفته الخاصه، فلسفته الخاصه اللي مش بيحركه نواقص ويبدا يكسر السوق ويبدا يكسر الارقام على اساس يجيب اي بطوله يرضي بيها جماهيره، لان جماهير النادي الاهلي ما بترضاش بالبطولات المؤقته، ولا بترضى بموسم استثنائي كده انت حققت فيه بطولات، لا بترضى ان انت يكون عندك استراتيجيه تفضل مكمل عليها وان انت تكون بطل. طيب نيجي للكره الطائره، انت مكتسح، انت فريق الماسترز، انت الفريق الاسطوري، بتحقق ارقام قياسيه، بتحقق اعلى نسبه فوز او عدد مباريات فوز متتالي، فعندك نفس القصه. فريق كره السله بدات تتغير، بدات تجيب مدير فني اجنبي على مستوى عالي، بدات تجيب كواليتي لاعبين على مستوى عالي، والاهم كمان من المستوى العالي انت جايب لاعبين بروح المدرج، لعيبه مشجعين، لعيبه عندهم القدره ان هم يقدموا كل شيء من اجل اسعاد جماهيرهم. يعني كان في لقاء او محادثه بيني وبين الكابتن احمد الجرح بعد خساره البطوله العربيه، قلت له يا كابتن احمد يعني عملنا جيم كويس وعملنا بطوله كويسه واحنا حاملين اللقب وكده، فلو ممكن تبقى في توضيح او تكلم او تخاطب جماهير النادي الاهلي، لقيت رد يعني انا ما فاجئنيش، لان الكابتن احمد الجرحي بروح الفانيلا الحمراء ايضا قال انا ما بتكلمش في وقت الخساره، واحنا مش بتوع الاداء المشرف، احنا حاطين هويه ان انا البطل، انا اللي اكتسحت البطولات العام الماضي، عايز اكمل على نفس المستوى وعايز احقق اكبر قدر من البطولات واستغل الفريق اللي معايا ومدى قوته ان انا احقق بطولات. ففكره ان انا اراضي جماهير النادي الاهلي او اتكلم مع جماهير النادي الاهلي، ده بالنسبه لي لما احقق بطوله ترضي طموحات جماهير النادي الاهلي. دي الفلسفه اللي اصبحت موجوده عند كره السله، واللي موجوده في كره القدم، واللي موجوده في كره الطايره. بالتاكيد عندنا بعض القلق والمخاوف من فريق كره اليد، ولكن فريق كره اليد بيشارك في كاس العالم وبدون محترفين وبيحقق نتيجه ايجابيه وبيصل للمربع الذهبي، وهو اللي بيحمل رصيد او بيحمل افضل تتويج او مركز في بطولات كاس العالم انديه. حققناها المركز الثاني في 2007، يمكن عدد الفرق كان قال، لكن بتدخل المربع الذهبي في بطوله قويه جدا وبتقدم اداء راقي جدا في ظروف استثنائيه بالفعل. دلوقتي جالك مدير فني على اعلى مستوى، ده تخطيط لانك فعلا ترجع تهيمن على اللعبه ونرجع تاني بجيل اشرف عواض وسامح عبد الوارث والنجوم اللي قدمت وجار نبيل اللي قدمت لكره اليد المصريه قبل النادي الاهلي تاريخ كبير جدا عشان يعود النادي الاهلي لمكانه الطبيعي وهو رقم واحد. زي ما قال فارس، الموضوع ده صعب جدا، صعب على اي نادي، ولكن هي كده جماهير النادي الاهلي مش بتسيب لاي حد حاجه. اي حد في المسابقات المحليه او حتى الافريقيه على المستوى القاري حصل عنده تفوق في لعبه ما، على طول بتلاقي جماهير النادي الاهلي بتغير من القصه دي. انا ليه ما اكونش انا رقم واحد هنا؟ انا ليه اكون رقم اتنين؟ انا ما بقبلش رقم اتنين ولا عمري اقبل ان انا اكون رقم اتنين. دي مسؤوليه كبيره جدا على مجلس اداره النادي الاهلي، بالتاكيد عن المسؤولين عن النشاط الرياضي، عن كابتن خالد العوضي اللي بيبذل مجهود جبار. ده حقيقي. بيبذل مجهود جبار واحيانا بيكون خارج من النادي ما بعد 2 بالليل و3 بالليل ومتابع على كل المستويات وحاطط استراتيجيه واضحه جدا لالعاب الصالات، بتبدا من كمان قطاع الناشئين وشراء لاعبين بشكل متميز جدا، يعني عشان يوفر عندهم عليك مستقبل مبادر كبير جدا، عشان ما نوصلش لمرحله ان انا اجي اطلب لاعب في لعبه معينه الاقيه بيطلب فيه اربع وخمس اضعاف. فكل التوفيق للنادي الاهلي على مستوى جميع الالعاب، وبالتاكيد العاب الصالات لها اولويه خاصه واهتمام خاص من مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، وطبعا نائب المجلس الوزير الاسبق الاستاذ العامر فاروق والاستاذ المهندس خالد مرتجي. الناس مهتمه بشكل كبير جدا بالعاب الصالات، وباذن الله فارس في على ارض الواقع بيتحقق بعض النتائج بتخلي الجمهور حس ان فعلا في حاجه مهمه. بالزبط. بس انا عايز اقول حاجه برضو يا اسامه عشان نكون متزنين هنا مع نفسنا. جمهور النادي الاهلي بيتفاعل بشكل كبير مع كل العاب الصالات والبطولات اللي بتتحقق فيها. انا عايز ايه؟ عايز يكون عشان ده الميزان بتاعنا على المستوى الشخصي، وقلته من بدايه الموسم، انا عايز يا جماعه يكون في امكانيه الفصل. انت النهارده هتقابل ايام عندك ماتش طايره سيدات، عندك ماتش سله سيدات، عندك مباريات في كره السله للرجال، عندك مباريات لكره السله او الطايره، عندك مباريات كره القدم. انا عايز يا جماعه يكون التعامل باتزان مع ردود الفعل في كل الالعاب، سواء مع التتويجات حلو جدا بنفرح، ولكن بنفرح بقدر عارفين ايه ان احنا بنكون متزنين. لو في زعل ما ياثرش على لعبه تانية يا اسامه، لان انا بكلم حد بيقول لي ايه، كنت مره بكتب حاجه خسرنا في لعبه في العاب الصالات وبكتب في حاجه تانية، فقال
انت ما شفتش ان احنا خسرنا؟ قلت له شفته اكيد حزين، بس يا جماعه التعامل بطريقه ان احنا بنتكلم دلوقتي في كره القدم فناخد اي اخفاق في العاب الصالات نروح بيه لكره القدم ويبدا نتضرر، احنا هنا هنقع في فخ، يعني كانك انت بتعمل حاجه عظيمه جدا بس اصبت نفسك بيها في النهايه. ازاي؟ انت بتنافس تنافس غير موجود، مع احترامي يا جماعه لاي نادي في العالم، انت لو بتحب مانشستر يونايتد، بتحب ريال مدريد، بتحب بايرن ميونخ، حتى شوف احنا بنتكلم في فرق سيطرتها واسعه زي بايرن ميونخ في كره القدم، لا معلش افتح كده شوف في كره اليد نسبه سيطره بايرن ميونخ مقارنه بفرق تانية هتلاقي قصه مختلفه تماما، وهتلاقي اسماء انت ممكن حتى مش ملم بيها في كره القدم او في عالم كره القدم. ليه؟ لان الناس لا احنا ما بنقولش الاهلي بيعمل كده، النادي الاهلي بيركز على النجاح في كل شيء، وان كانت دي معادله صعبه جدا ولكن دي فلسفتنا الخاصه احنا كنادي اهلي، ولكن التعاطي بقى مع ده لازم يكون باتزان، يعني ما نحولش محاولتنا لان احنا نحقق اكبر هدف ممكن في كل اللعبات لان احنا نبدا اي اخفاق في اي لعبه ياثر علينا بباقي اللعبات ونبدا نصدر لنفسنا ازمات والمنافس يستفيد بده، لان انت حاطط نفسك في كورنر مش موجود، الكورنر ده مش موجود واحنا سعداء بيه وسعداء باستثنائيه النادي الاهلي، بس في النهايه يعني بالبلد يا اسامه ما تردش في صدرنا. بالظبط. لا وحتى كمان زي ما انا بقول لك يا فارس، الفكره كلها ان انا ايه، ما بسعاش ان انا اطور لعبه على حساب ان انا ابو 10 بدي فيه 100، انا ما بعملش ده. والا هبقى دخلت في حاجه فرق تانية بتعمل، لكن انا حاطط سياسه وحاطط استراتيجيه شغال عليها كنادي اهلي ازاي تحقق اهدافك وفق هذه الاستراتيجيه. والحقيقه يعني اخر مباراه اللي هي مباراه كره السله دور نصف النهائي دوري المرتبط، بنبارك طبعا للنادي الاهلي الوصول للعام الثاني على التوالي. المباراه النهائيه نهائي متكرر امام الاتحاد السكندري، هو كان نفس النهائي المره اللي فاتت، كان في واضح جدا ان انت قدرت تصدر للمنافس الاحباط، لدرجه ان رئيس المنظومه الاعلاميه للمنافس طالع بيتحدث في المباراتين اللي انت بتفوز فيهم والمباراه الثانيه تحديدا اللي انت بتريح عدد من نجومك، بيتكلم عن اداء مشرف لناديه امام النادي الاهلي. كلمه اداء مشرف دي النادي الاهلي بياخدها او بيتقبلها على مدد وهو بيلعب في كاس العالم للانديه امام عظام القاره سواء في كره القدم او في الالعاب الاخرى. فلما توصل منافس او هو بيقول ان هو منافس ليك، توصله ان هو يطلع يتكلم بمنتهى الوضوح ان فريقه قدم اداء مشرف، فانت هنا بدات تهيمن على اللعبه. فقط استمر على ده وابني على ده وطور من ده. فده نقطه مهمه جدا، ولكن عايزين نروح بقى لجانب اخر. جانب اخر هو ايضا هيمنه على محافظات مصر، يعني فروع النادي الاهلي اللي يستحق يكون في كل مكان له فرع، والفرع الجديد وفرع التجمع الخامس المبهر الحقيقه. يعني مجلس الاداره النهارده بالكامل كان في زياره لتفقد فرع التجمع الخامس، اللي انا من وجهه نظري وقناعاتي الشخصيه هيكون من افضل فروع الانديه في مصر مش بس النادي الاهلي. وده طبعا صوره من الفرع، وده الكابتن محمود الخطيب، وكان موجود طبعا اعضاء مجلس الاداره. وان شاء الله الخطه الموضوعه لافتتاح الفرع ده فارس ممكن يكون على نهايه هذا الشهر، وده اضافه طبعا للنادي الاهلي واصول النادي الاهلي واسم النادي الاهلي اللي بيستحق بالفعل ان هو يكون له فرع في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه. هي دي يا اسامه المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن مصطلح الملاءه الماليه حتى الناس بتكلمني، قلت لهم لا احنا لازم يا جماعه نبقى بنواكب حتى في خطابنا الاعلامي اللي بيعمله النادي الاهلي. ملاءه ماليه انت عندك مجموعه من الاصول اللي بتحاول تزودها، ودي بتفرق جدا في تصنيفك وبتفرق جدا في النظره ليك كنادي. وانا بقول ان فكره نجاح النادي الاهلي اجتماعيا مع رياضيا ده شيء صعب جدا. كابتن محمود الخطيب كان معني بعدد من الملفات مع عودته، يمكن بدانا نشوف الملفات تباعا، النهارده كان موجود هو واغلب اعضاء مجلس الاداره، فرع التجمع، انشاءات زي ما انت بتتكلم يا اسامه، انشاءات مختلفه طبعا، الصوره اعضاء مجلس الاداره مع كابتن محمود الخطيب، اكيد كمان واضح جدا الروح اللي موجوده في مجلس الاداره، يعني مش عايزين بقى نعيد، احنا يمكن الناس كلها شافت صور استقبال كابتن محمود الخطيب ده نزلت بنشوف النهارده. طبعا بص هو طبيعي الموضوع ممكن يدعو للحزن عند البعض، الناس زعلت من الابتسامه والفرح اللي موجوده على اعضاء على وجه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، زعلوا من التكاتف اللي موجود ما بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، زعلوا من حاله الحب اللي موجوده بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واتكلموا بشكل سلبي جدا، ولكن يعني لن نلتفت لمثل هذه السلبيات. عندنا مجلس اداره يمكن انا قلتها اكتر من مره، الواحد منه قادر على اداره مؤسسات كبيره لان ده خريج مدرسه النادي الاهلي. نروح للقطات من مباراه النادي الاهلي لكره السله، وطبعا يعني مبروك ولكن مبروك مؤقتا لان عندنا مباراه مع الاتحاد
خصم قوي، منافس قوي، الفريق الاكثر حصولا على البطولات في كره السله المصريه. وعندنا لقطه يعني يمكن توقفنا عندها كثيرا، بالنسبه لي بتعبر عن يعني الاداء او فارق المستوى ما بين فريق النادي الاهلي لكره السله وفريق نادي الزمالك، وهي لقطه طبعا نجم الفريق عمرو زهران اللي وراه حدوته كبيره جدا، عمل ستيل وراح عمل دنك بايد واحده وايده الشمال، لو عندنا اللقطه ممكن نعرضها. يعني حاجه ده، بص يا فارس، ده عمرو زهران له قصه معانا كده يعني، لكن نسيب الناس تستمتع باللقطه والهدوء والثقه. حاجه ام بي اي. لا يعني حاجه، يعني حاجه جامده جدا، وتحديدا من عمرو زهران، وراح 1-0 عمل ستيل 1-0. يعني الكابتن هيثم السعيد بقى يعذرنا، هناخد مصطلحات اللي بنتعلمها منه بقى. ف 1-0 قام رايح عامل الدنك طبعا بايد واحده، ومزاج عالي جدا. عمرو زهران لعيب كبير، وعمرو زهران يعني انا بالنسبه لي بعتبره كده ممكن نقول ابن رشد كره السله او فريق كره السله في النادي الاهلي، لان عمرو زهران تعرض لظلم شديد جدا بهدوء شديد كده. عمرو زهران لم ينضم لمنتخبات قطاع الشباب، ما انضمش لمنتخب، ومش لاسباب متعلقه بمستواه. ويمكن كنت بتكلم مع كابتن هيثم السعيد قبل الحلقه، قال لي اصلا قصه ان لاعب يكون ما بينضمش لمنتخبات الشباب او الناشئين ان هو يطلع فريق اول بتكون صعبه جدا وبتكون محبطه جدا. وانا مش هقول اسباب استبعاد عمرو زهران، لان يعني المهتمين بالمجال عارفين كويس قوي ان الاسباب بعيده تماما عن المستوى الفني. فعمرو زهران تعرض لحلقه من الاحباط، ولكن الاصرار بقى، الاصرار والبيئه المحيطه وهي النادي الاهلي هي اللي حولت عمرو زهران من لاعب ما بينضمش لمنتخبات الشباب، وبدل ما يفقد الثقه في نفسه بدا يشتغل على نفسه ويتمرن للخمس والست ساعات بشكل يومي، عشان يجي الكابتن اشرف توفيق يمنحه بعض الوقت في بعض المباريات الغير هامه، ويجي مستر جوستي اللي يكتشف في عمرو زهران ما لم يكتشفه الاخرون، فيتحول عمرو زهران لاحد نجوم اللعبه، وينضم عمرو زهران للمنتخب الوطني الاول، واصبح لا مجال لفكره ظلم عمرو زهران مره اخرى. ليه؟ لان عمرو زهران بيؤكد مقوله الافكار لها اجنحه، مهما اتحاربت، مهما اتظلمت، طول ما انت شغال على نفسك فكرتك هتوصل، هتوصل. فعشان كده لقطه عمرو زهران بالنسبه لي هي لقطه كفاح سنين وتعب سنين وثقه وصل لها بعد اخفاق وبعد احباط. فعمرو زهران بالنسبه لي حدوته لسه لم تكتمل، نتمنى انها تكتمل ويكون من حواديت كره السله المصريه وحواديت النادي الاهلي في كره السله، وهو عنده اصلا في فريق كره السله، وعنده الكابتن طارق الغنام اسطوره من اساطير كره السله. نتمنى ليه التوفيق، ونتمنى لاي شاب او اي لاعب او اي محاوله للاحباطات بسبب ظروف معينه او بسبب اسمك مثلا ان انت تجتهد وتكافح وفكرتك هتوصل، هتوصل زي عمرو زهران. اعتقد التطوير ملموس، والشخصيه هي اللي بتساعد التطوير لو انت عندك الرغبه في تحقيق اهدافك وعندك الاستعداد، وده مهم جدا. القصه بتتعلق جزء كبير جدا باستعدادك الفني والنفسي والسلوكي ان انت تعمل حاجه، ان انت تصنع موهبه. وكل الناس شافت تطور عديد من اللاعبين مع مستر اوجاستي، للامانه يستحق الدعم مننا في الوقت ده، ويستحق الاشاده بفكره ازاي انت عامل منظومه ايضا مسببه مشاكل، لأن واضح للبعض هذا الرجل فلسفته واضحة، هذا الرجل أشواطه وتدخلاته بقت موجودة وواضحة للجميع، الرجل ده بصمته على الفريق بشكل فردي وشكل جماعي، وانت قاعد حتى لو متابع عادي وبسيط وزي ما الناس اللي بتفرج علينا أغلبها ممكن حتى مش معنيين ومهتمين بتفاصيل ألعاب الصالات على المستوى الفني، ولكن لو انت راجل بسيط قاعد بتتفرج كده في البيت هتحس ان انت لا شايف حاجة مختلفة تماما في الفريق بشكل جماعي والفريق بشكل فردي. ده اللي بيعمله أوجاستي، وده اللي بيخليه قصاد منافسين كتير جدا. تعالى لما تشوف اوجاستي بيلعب كابتن احمد مرعي 12 فوز، يعني انت بيوصل للفوز رقم 12 يا جماعه، ده حاجه صعبه جدا وحاجه كبيره وشكل من اشكال التفوق النفسي. ده نتائج الماتشات 71 74، وعندنا ايضا المرتبط اللي قدر 64 انا اسف، عندنا ايضا المرتبط اللي قدر كمان ان هو يحسم البطوله لصالح النادي الاهلي قبل ما تلعبها. وانا بشوف ان النادي الاهلي بالانتصارات اللي بيحقق ده، المباراه الثانيه 66 63، ده بالنسبه طبعا بنتكلم الرجال مش المرتبط، و62 34. وانا زعلان ان احنا فرطنا في الماتشين في الدبل سكور،
كان يقدر 81-42 كان يقدر فريق النادي الأهلي المرتبط يحقق الدبل سكور، وهو كان يستحق ده. والفوارق الفنية يا جماعة رهيبة جدا، الفوارق الفنية في المرتبط كانت رهيبة جدا، وده اللي بيوريك النادي الأهلي شغال ازاي والنادي الأهلي بيفكر ازاي. وعشان كده أنا بقول فكرة بناء شخصية هي أصعب حاجة في أي لعبة، ده شفناه في كرة السلة، شفناه من خلال مستر أوجاستي، شفناه من خلال التفوق على مدرب زي كابتن أحمد مرعي، إن أنت تقدر توصل لـ 12 فوز. ويمكن ده بيوصل في أوقات كتيرة جدا ليه ما بيكونش في حالة تعامل مع أوجاستي عادية، لا أوجاستي فعلا يا جماعة معادلة صعبة، واللي بيحاول مع النادي الأهلي مختلف، وهو رجل جاء لمنظومة تناسب أفكاره وتناسب طموحه وتناسب تطلعاته وتناسب اللي هو عايز يحققه ويعمله. هو أوجاستي وجوده في مصر خلاه يدرس النادي الأهلي بشكل كبير جدا، ففضل التواجد في النادي الأهلي. ولكن وهنا نقف، يعني يمكن كان فيه فارس بيعقد مقارنة ما بين أوجاستي وما بين أحمد مرعي، فعندنا برضو مقارنة ما بين أوجاستي وما بين الكابتن أحمد مرعي، ولكن مقارنة على حساب أو على أساس أو على معيار التعامل من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة. صحيح، خلينا نتكلم بوضوح، المباراة كان فيها شد وجذب مفتعل، ربما انسقنا ليه، ربما انسقنا ليه، يمكن حماستنا واننا لازم نفوز بالاربع مباريات برغم ان هي كانت تحصيل حاصل وبرغم انه جاستي ريح عدد من النجوم، ولكن في النهايه رحنا لفكره ان انت لازم تفوز ولازم تركب نفسيا ولازم تركب معنويا، والمنافس كان بيحاول ان هو يخلي شكل الخروج في فوز على الاقل، فبالنسبه لنا كانت مباراه فيها شد وجذب كبير جدا. طيب حصل شد وجذب، اطرد مستر اوجاستي، اطرد بعده الكابتن احمد مرعي، مستر اوجاستي اعترض على البورد وخد الطرد وطلع، الكابتن احمد مرعي نفس القصه اطرد فراح ورجع وراح ورجع وفي حركات شفاه، مش كده وبس، طلع قاعد في المدرج، تم ايقاف اللعب عشان ينزل من المدرج يخرج من الصاله بالكامل، ففي تعطيل كمان للعب. تمام، هنا في طرد وهنا في طرد. طيب اتحاد كره السله لما جاي يتعامل مع المعطيين دول او لما جاي يتعامل مع الاثنين مدربين دول عمل ايه؟ دي القرارات. خلونا الاول نستعرض القرارات عشان نعقب بشكل واضح، لان بيتقال بيتكلم قرارات اتحاد السله ان بناء على ما جرى خلال احداث المباراه ايه اللي حصل، وطبعا مباراه الاهلي والزمالك في دوري المرتبط، قرر مجلس اداره الاتحاد برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه ما يلي: منع الجماهير التي تواجدت في المباراه من فريقي الاهلي والزمالك من حضور المباريات لمده 3 أشهر واختار شركه تذكرتي بذلك، ده رقم واحد. رقم اثنين، توقيع غرامه ماليه على النادي الاهلي قدرها 30,000 جنيه. 3، توقيع غرامه ماليه على النادي الزمالك قدرها 20,000 جنيه. 4، تحمل كلا الناديين كافه التلفيات الخاصه بالصاله من جمهور كل منهما وفقا لما تقر الصاله التي اقيمت عليها المباراه. 5، اجراء تحقيق مع المدير الفني للنادي الاهلي اوجستي بوش. دي القرارات اللي صدرت من اتحاد كره السله، وانت مغمض كده هتبدا تسال ليه هنا في تمييز. يعني ايه في تمييز؟ يعني 30,000 جنيه 20. على نادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، 20,000 جنيه على نادي الزمالك. ليه؟ على اساس ايه؟ على اساس العدل كان موجود ولا على اي اساس؟ هنا هيتفات وهنا هيتفات، ليه ما كانش فيه 30,000 و30,000، 20,000 و20,000؟ فده رقم واحد، ادي بدايه التمييز. تعالى لرقم اثنين، هو اصلا ليه المنع لمده 3 شهور؟ ليه المنع ما تحددش بعدد مباريات زي ما بيحصل في مباريات كره القدم، خاصه وان شركه تذكرتي هي المسؤوله عن جماهير كره السله وهي المسؤوله عن مباريات كره القدم، فليه المنع لمده 3 شهور؟ رقم ثلاثة وده الاهم، الكابتن احمد مرعي صدر منه سلوك يعني خلينا نقول غير رياضي، يعني قال الكلام كده في مباراه الزمالك وطلائع الجيش، سلوك في بصق على لاعبيه ده نوع تاني، وسلوك كان اصعب بكتير باشارات يعني صعبه جدا، يعني مش هينفع نوصفها، فكانت اشارات خادشه للحياه. تم تحويله للتحقيق، طلع الكابتن احمد مرعي اللي اتكلم، اتحاد كره السله ما اتكلمش، احنا ما نعرفش نتائج التحقيق غير من الكابتن احمد مرعي، الكابتن احمد مرعي اللي كان بيقول هو انا ليه اتحول للتحقيق من قبل اتحاد كره السله، المفروض نادي الزمالك اللي يحولني للتحقيق. لا حضرتك لما يكون في اشارات ممكن تخدش الحياه للمشاهد وللمتلقي، وفي طرف تاني صح والمباراه مذاعه بالظبط، فلازم حضرتك الاتحاد مسؤول عن هذه الاشارات. طيب الاتحاد ما اعلنش وانت اعلنت ان في غرامه ماليه، طيب جيت المباراه اللي بعدها عملت مشكله وجزتي اول مشكله، المفترض مين اللي يتحول للتحقيق؟ المفترض مين اللي يكون عاقبته مغلظه؟ المفترض جزتي هو اللي يتحول للتحقيق والكابتن احمد مرعي مفيش لا حس ولا خبر، ولا القصه انتهت بخروج نادي الزمالك من البطوله؟ ما البطولات مكمله يا اتحاد السله،
البطولات مكمله. يعني احنا كنا لسه بنشيد بتعامل اتحاد السله مع اللوائح وفكره ان انت مش هتأيد لعيبه الا لما يكون في دفع للمصروفات او دفع للمستحقات المتاخره على الانديه، وده اللي تسبب في عدم وجود بعض المحترفين في بطوله كره السله. طب ليه رايحين لسكه التمييز وليه رايحين للقصه دي قبل مباراه نهائيه وبتحول مدربي انا للتحقيق وبتسيب المدرب اللي اخطا خطا انت نفسك حاولته للتحقيق بدون تعقيب تغليظ العقوبه او بدون حتى ان انت تحاول التحقيق مره ثانيه وتوصل معاه لعقوبه مغلظه؟ فطبعا يا فارس اسئله كتير على قرارات اتحاد كره السله، بنكون التقدير والاحترام لقرار اتحاد كره السله او القرارات السابقه ان هو خد بعض المواقف الى حد ما مختلفة وفيها عن اتحادات اخرى. صحيح فيها لوائح وفيها تمسك باللوائح على الجميع. المره دي لا، في تعقيب واضح وفي تمييز واضح. بس ده اللي يدل ان احنا هنا يا جماعه ما بنتكلمش باهواء وما بنتكلمش باغراض، احنا بنشيد لما تتمسك بلوائح وبنطرح للراي العام، وهذا دور اي اعلام للامانه، ان انت تطرح للراي العام تساؤلات، وربما التساؤلات احنا بننتظر عليها ايضاح مهم وبننتظر تفسير ليها، لان التباين يا جماعه هنا لما كابتن احمد مرعي عمل امور تخص فريقه نحن في قناه النادي الاهلي ما تطرقناش للموضوع اطلاقا، لان هنا كان في اطار هو الراجل نفسه قال النادي لا احنا ردينا ما فيش حاجه اسمها النادي لان في قرارات انضباطيه، ولكن علاقته بفريقه ده شيء يخصه. احنا امبارح لقينا التعقيب على اوجاستي والتعقيب على امور تخص النادي الاهلي في اماكن اخرى وهي مش من شان اي نادي اخر. طب احنا هنا بقى بنطرح الموضوع ازاي؟ بنطرح اذا كان انت اخضعت مدرب للتحقيق وعندك سابقه اولى لاوجاستي ايا كان دوافع الموضوع، ولكن في النهايه في موضوع، فالحد الادنى ان الاثنين يكون في تحقيق معاهم، وتنتظر ان اللي تكرر منه اي سلوك داخل الملعب يكون عليه عقوبه مغلظه. ولكن اما وان ان احنا نلاقي اوجاستي هو اللي طالع في قرارات الاتحاد ان في تحقيق معاه وتجاهل تام لفكره وجود كابتن احمد مرعي، فالقصه صعبه وقصه غير منطقيه. وبنطلب من الاتحاد المصري لكره السله ان هو بما انه بيتبع اللوائح وبما انه بيتمسك باللوائح يطلع يبرر لنا ليه كلنا شفنا كابتن احمد مرعي في منه سلوكيات حصلت وفي منه اعتراض على البورد بتاع التحكيم ومفيش قرار تجاهه، ده اللي احنا بننتظره. ولكن كان معانا امور اخرى تخص النادي الاهلي وتخص فريق الناشئين في النادي الاهلي او فريق مواليد 2005 اللي النهارده كعاده النادي الاهلي في الفتره الاخيره في كل اللعبات بيتفوق على نادي الزمالك وقدر يحقق فوز بنتيجه 1-0 سجل هدف محمد عبد الله، والنادي الاهلي بيتصدر الدوري ده ب 24 نقطه. النادي الاهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في بطولة الجمهورية 2005، وعلى الجانب الآخر نادي الزمالك للأمانة مقدم أيضا بطولة فيها تنافس واضح، ولكن كان أول خسارة ليه تكون النهاردة. المهم تاني خسارة. ولكن مهم جدا كمان يا أسامة إن احنا نقول إن كمان حضور ده جدول الدوري طبعا الترتيب اللي احنا قلناه 24-22، وإحنا بنتكلم في حاجة مهمة وهي كمان حضور كولر المباراة والربط مع اللي حصل مع كابتن خالد بيبو والكلام اللي دار ما بينهم النهارده، وحضور ميكاري حتى على مستوى التحليل محلل اداء النادي الاهلي، وده مهم. انا بشوف ان يا جماعه قطاع الناشئين ودي فلسفه انا مقتنع بها تماما ليس هدفه الاساسي تحقيق البطوله، مع احترامي للجميع مهم البطوله قد تكون مؤشر لان انت ماشي بشكل صح، ولكن في رايي ليس الهدف الاول لقطاعات الناشئين ان انت تحقق البطوله على حساب ان انت تحضر احتياجات الفريق الاول. مهم جدا يا جماعه ان يكون في ترابط. شفنا المانيا بمناسبه كاس العالم اللي احنا هنروح له ازاي هي من المنتخبات اللي على مدار سنوات ربطت ما بين قطاعات الناشئين في طرق اللعب وفي الاهداف وتحضير نوعيه معينه من اللاعبين واحتياجات معينه مع المنتخب الاول، ده مهم جدا يكون موجود في النادي الاهلي. انا بشوف ان كولر احتياجاته الفنيه على مستوى الافراد، احتياجاته الفنيه على مستوى طرق اللعب، احتياجاته لتجهيز حتى احتياجات وقتيه ممكن تطرا على الفريق الاول، انا بشوف ان ده مهم جدا يكون فلسفه قطاع الناشئين في المقام الاول، والبطولات تاتي. ولكن يا جماعه انا مش هفرح بفوز ببطوله بقدر ما انا بشوف قطاع الناشئين ده بيطلع لي كام لاعب للفريق الاول، بيطلع لي كام لاعب بيشارك، بيبيع ايه، بيسوق ايه، وده اللي احنا بنشوف ان كابتن خالد بيبو حتى قبل كده كان في مداخله معاه
اتكلم ان ده من اهدافه يا اسامه. تمام، ده اكيد. وكابتن خالد بيبو يعني انا كنت في اللقاء معاه واتكلم ان احنا بنركز كمان على نواقص الفريق الاول هو ده. وعلى طرق لعب الفريق قال الاول كده قال كده وبيحاول يصنع لاعبين ايضا. عندنا على مستوى الفريق الاول كان في تدريب النهارده طبعا، اجتمع كولر مع اللاعبين وكان في تدريبات قويه جدا، وكان في تقسيمه في اخر المران، وطبعا الكابتن محمود متولي كان في بدا يظهر في التدريب ولكن بالجري حول الملعب. طبعا عارفين اصابه محمود متولي مع منتخب مصر، وكان قدم بدايه موسم رائع جدا ومفاجاه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي من مستر كولر. فان شاء الله بكره راحه سلبيه للاعبين منحها مستر كولر للاعبي النادي الاهلي، وهيتم استكمال او العوده للتدريبات ايضا مره اخرى يوم الاثنين القادم ان شاء الله، استعدادا لمباراه المقاولين العرب اللي هتكون يوم 27 نوفمبر. انتوا عارفين 27 نوفمبر يعني ذكرى مباراه القاضيه، فنتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق النادي الاهلي في عبور المقاولون العرب. مباراه الكاس يا جماعه يعني بتبقى بتحمل العديد من المفاجات وملهاش كبير زي ما بيقولوا كده، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يستكمل مسيرته الناجحه بعد في بطوله افريقيا والعلامه الكامله في الدوري وتحقيق السوبر الافريقي نعبر مباراه المقاولين العرب ان شاء الله، اللي هتكون في ظل يعني معركه كاس العالم، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر على حسم هذه المعركه. عندنا طبعا سؤال الحلقه وعندنا هاشتاج الاهلي خط احمر، ونتمنى حضراتكم تشاركونا على هاشتاج الاهلي خط احمر، والمره دي هنعرض يعني التويتات حضراتكم. يمكن الوقت كان ضيق المره اللي فاتت، لكن المره دي هنعرض، وبما اننا على يعني على عكس توقعات المهندس فرج عامر لم نصعد لكاس العالم ولم نلعب في كاس العالم، قول لي بقى الفريق او المنتخب اللي انت هتشجعه او هتميل ليه او هتفضله في كاس العالم القادمه ان شاء الله. يمكن انا مبتسم عشان الموضوع ده، احنا تقريبا بنحب جلد الذات بعد غياب مصر على المونديال، ما احنا طبيعي طالما هنميل لمنتخب تاني اكيد منتخب مصر مش موجود، ويمكن كان في تعليق لطيف اهم اللي ما وصلوش كاس العالم اهم، يعني كان تعليق انا بشوف ان هو لا يا جماعه، يمكن معلق المباراة الإماراتي المري لا هو كانش بيقصد أي شيء سلبي بيها، والراجل وضح في بعض التعليقات امبارح على تويتر هو بيقصد إن الفريق اللي بيحقق هذا المباراة وهذا المستوى والشكل ده من الأداء مش موجود في كأس العالم، فشوفوا الفريق اللي مش في كأس العالم بيعمل إيه فما بالكم، يعني لأن هي أخذت عليه، والراجل محب لمصر جدا ومحب أيضا للنادي الأهلي في تعليقات سابقة، واحنا بنكمل له كل المحبه. اكيد هنرجع بعد الفاصل وعندنا امور تخص كاس العالم وامور تخص اشياء كتيره جدا تخص ايضا منتخب مصر، اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر. كنا لسه بنتكلم انا وفارس في الفاصل عن اداء منتخب مصر امام منتخب بلجيكا المصنف الثاني، وبدا كده ايه عارف انت شايف لحظات بعد الامل او كده، وبدات تحس كده ان في منتخب مصر يعني ادى مباراه جيده، كان فيها ثقه، كان واضح جدا التزام وانضباط داخل ارض الملعب، كان واضح جدا ان في روح قتاليه. انا بشوف من وجهه نظري انها انعكاس للمغترب اللي موجود في المدرج برغم ارتفاع سعر التذكره اللي وصلت في بعض الاحيان انها اعلى من مباريات في كأس العالم، ولكن الجمهور المصري في اي مكان انت بس قول له حاجه من ريحه مصر، قول له أو انا وخدها من واحد كان مغترب فتره طويله في الخليج، اي حاجه فيها ريحه مصر هتلاقي بيضرب مسافات طويله جدا ربما تعدي الساعات في الدول الخليج عشان يفتحك عليه. شفت انا حاسس بيك ازاي؟ لان اول حاجه امبارح كتبت عن شعور المغترب. انا منتخب مصر العسكري لما جه سلطنه عمان انا بيني وبين الاستاد كان 3 ساعات بالعربيه، كنت باخد الاسره والناس في السعوديه في البطوله الاخيره كانوا بيطلعوا، احنا جبنا صحفي قال ده جايين من جده عشان يشجعوا الاهلي في العاب الصالات. طبعا يعني تحيه للجماهير المصريه اللي حضرت، اللي لما تراهن عليها انت دايما كسبان، جماهير كره القدم والجمهور المصري بشكل عام. لكن ايضا يا فارس كان عندنا يعني جماهير اخرى، يعني يمكن كان لنا بعض العتاب على اللجنه المنظمه وانت تتذكر ده محقق. في كره السله لما كان النادي الاهلي بيلعب البطوله العربيه وكانت التذاكر بالمجان ثم اصبحت اسعار التذاكر في الزياد برغم الامانه يعني ان هم سمحوا لجماهير النادي الاهلي انها تملى المدرجات، ولكن كان العتاب على اسعار التذاكر. المره دي بيجي لنا كده عارف انت زي نادي رساله. رساله واضحه يا اسامه، لان كمان مش الكويت بس، كمان قطر. النهارده كنت بكتب عن قصه منتخب انجلترا وفكره المبردات داخل الملاعب وتجاهل ان في كاس العالم في البرازيل كانت بعض المباريات بتقام في درجه حراره وصلت لل 30، وحتى كاس العالم 94 ايضا كان سجل درجات حراره عاليه جدا،
حسيت من ردود فعل الناس يا أسامة إن لا، الناس مدركة فكرة إزاي إحنا كدول عربية أو كمشجعين عرب بقى عندنا اختلاف. وأنا شايف إن السوشيال ميديا على قد ما البعض بيشوف لها سلبيات، لأ قربت كتير كتير يا أسامة، مش شوية، وبقينا بنشارك بعض أحداث بروح وبتفاعل، وبقت الثقافة قريبة من بعضها كتير، وبقى الإحساس قريب من بعضه، فده عظيم. فجمهور الكويت يا جماعة، لأن كتير جدا بتحصل أحداث فردية، بيخرج البعض يصور، إن دايما بيبقى فيه انطباع حد عمل حاجة من مصر فيبقى الانطباع ايه؟ كل المصريين كده. حد عمل حاجه من الكويت فكل الكويتيين كده اطلاقا. امبارح كلام الناس وفرحتهم بتواجد الجمهور المصري كان شيء رائع، واحساسهم بالجمهور المصري كان شيء رائع، واشادتهم بالجمهور المصري كان شيء رائع، وفرحتهم بالمنتخب المصري اللي ما فيش حد قلله. وعشان كده كان عندي مشكله مع البعض يا جماعه اللي دايما بيروح لنص الكوبايه الفاضي، اللي هو اصل احنا بره كاس العالم. ازعل ان احنا بره كاس العالم، بس احنا عاملين مباراة كويسة قدام المصنف الثاني عالميا، فطبيعي نفرح وطبيعي نشوف دي بداية نبني عليها. ما ينفعش طول الوقت نبص. حتى امبارح الناس بتقول ايه، اصل انتوا في اوقات ما كنتوش فرحانين بالمنتخب كده وهو بيكسب في بطولة تانية، لان انا داخليا كنت شايف المنتخب بيكسب في البطولة دي، بس مش مقنع فني. بالظبط، مش مقنع، ومش هطلع اقول للناس حاجة انا مش مقتنع بيها. بالزبط. انما لا، احنا شايفين امبارح كرة قدم، شايفين تدرج بالكرة، شايفين حاجات كتيرة يا اسامة. طبعا والتحولات العظيمة، وعشان نكون امناء ايضا، مش شايفين اعتماد بشكل واضح على منتخب محمد صلاح. لا، لعيبه، في لعيبه بتقدم مستويات جيده جدا، منظومه. تريزيجيه عمل ماتش كبير جدا، طبعا اكرم توفيق ويمكن يعني المعلق الجميل عامر عبد الله كان يعني قلقان زي ما احنا كنا قلقانين وحاطين ايدينا على قلبنا من فكره اي تعرض لا قدر الله لاصابه اكرم توفيق. قال له انا خايف يا اكرم ان انت تصاب، يقول لك جت في عين انا، وانا بقول ما شاء الله تبارك الله. الحقيقه قدم مباراه كبيره جدا اكرم توفيق، لدرجه ان البعض بالفعل طلع قال يعني افتقدنا اكرم توفيق، فافتقدنا تحقيق بطوله افريقيا، وافتقدنا بطاقه التاهل النهائي. طبعا هي نوع من انواع المبالغه، لان انا بشوف ان الفريق او منتخب مصر ما قصرش بشكل كبير، لكن اكرم توفيق بيوضح ان في مسافه كبيره جدا 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 بينه وبين اقرب مدافع باك او باك رايت في افريقيا، مش في مصر فقط لا غير. وقناعاتي الشخصيه ان اكرم مش هيطول في الدوري المصري كتير، لان اكرم بالفعل عنده من السمات الشخصيه ومن القدرات الفنيه اللي تخليه يلعب في افضل فريق في اوروبا. يعني ممكن تقول الكلام ده مبالغ، لا، شوف ليفربول وهو بيصل لنهائي دوري الابطال، وشوف مستوى ارنولد اللي متراجع جدا السنه دي، وشوف تعويض كلوب بميلنر، فتلاقي ان الدنيا مش بالقوه دي. منتخب انجلترا عنده 4 باك رايت عاليين جدا، لكن اكرم بيقدم رجوله واداء يعني غير طبيعي. انا بشوف يا فارس ان احنا في وقت قريب، يعني انا اتمناها لا يحدث، انا اتمنى اكرم معانا على طول. امسك في اكرم على طول. مختلفه، انت عارف الاولويه طبعا في قصص الانتقالات دي لاحتياجك الفني النادي الاهلي، وفي لعيبه لا تعوض. يمكن انا لما كنت بشوف ديانج قبل كده او اكرم او بتاع، في لعيبه لو انت عايز تبني كتير وتروح، مش موسم بس، لو عايز تروح لحته بعيده على مدار مواسم وتبني حواليهم، أكرم لازم من تحتفظ من اعمده الخيمه، من طبعا اعمده الخيمه. وعلى فكره احنا هنا لما قلنا الراي بتاع افتقاده في مباراه الوداد كان من اهم اسباب الخساره، لا احنا مقتنعين وقناعه تامه بنشوفها في الملعب بده، بس مش عايزين ننسى جمهور الكويت. نروح لجماهير الكويت عشان نروح للرساله اللي احنا حابين دايما نطلع بيها من الرياضه، من كره القدم، في الوقت اللي البعض بيشدنا فيه بعيدا عن كرة القدم، وبيشدنا فيه لمساحة من التجاوز والتطاول مستحيل تجدها على شاشة قناة النادي الأهلي، لأن احنا هنا ملتزمين كل البرامج بلا استثناء، بلا استثناء يعني بلا استثناء، إن مفيش أي لفظ يكون خادش للحياء، إن مفيش أي تلميح يكون خارج عن النص، ملتزمين بكل الأكواد الإعلامية، ملتزمين بمبادئ النادي الأهلي، بسياسة النادي الأهلي. أنت هنا بتتحدث بشكل النادي الاهلي، باسلوب النادي الاهلي، ويمكن احنا عارفين ان النادي الاهلي مفيش اي خروج عن النص، ولو في خروج عن النص ده بيكون يعني حاله من حالات يعني النادره جدا في تاريخ النادي الاهلي، وبيكون جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ضد هذا الخروج وضد هذا التجاوز، لان ده مش لوننا ولا ده شكلنا. فالرياضه هي بتقرب الشعوب، فلما كنا بنعتب على اللجنه المنظمه في الكويت، لا، لازم لما نشوف فيديوهات زي دي نرجع نتكلم، خاصه ان الكلام ده عن اجيال صاعده. فتعالوا نشوف جماهير الكويت ما قبل مباراه منتخب مصر امام منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا. بلجيكا ومصر، ها؟ مين راح تشجع؟ اشجع مصر، مصر احسن ناس في الدنيا. شلون؟ احسن ناس في الدنيا. ما شربتش من الهوا، طب جرب تتغني.
كلمه تقولها حق محمد صلاح. حياك الله محمد صلاح والبلد بلدك. اقرب عندنا الصباحيه تفضل بلد بلدك مرحبا ومسهلا بجميع. دندن يا صلاح، مول يا صلاح، غني يا صلاح، اضربنا يا صلاح. محمد صلاح شنو؟ محمد صلاح بطل العالم. بطل العالم؟ بطل احسن لاعب. افضل لاعب في العالم. شو تقول حق محمد صلاح؟ ان شاء الله يفوزون لانهم عرب مثلنا واتوقع ان مصر تفوز. والله كذي. منو هذا؟ محمد صلاح ما استغني عنه. والله اموت احبه. والله ده الرد المناسب ليكم، يعني بجد بجد ده الجيل الصاعد، ده الشباب، دول شباب المستقبل، هو ده اللي هيعمل اللحمه الوطنيه العربيه، هو ده يعني اللي يقول لك قد ايه ان الرياضه المفترض تقرب ما بين الشعوب، فما بالك بالشعب الواحد، ما بالك بالشعب الواحد، دي رساله للبعض، ما بالك بالشعب الواحد، احنا المفروض نكون اقرب بكتير من بعض، شايفين جماهير الكويت، شايفين الشباب، الولد بيقول بمنتهى الحماس احسن ناس في الدنيا، احسن ناس في الدنيا بمنتهى الحماس، والبلد بلدك، وطبعا يعني العشق الكبير لنجم طبعا افريقيا والوطن العربي محمد صلاح، فخر العرب فعلا، وكنت سعيد جدا ان فخر العرب وهو بيلعب امام محترفين كبار ان منتخب مصر ينتصر له في قصه ان هو يسجل في كورتوا وينتصر له على المستوى الشخصي. كورتوا ادني بصراحه، فمش عايز اتكلم في النقطه دي، لكن خلينا نتكلم في النقطه الايجابيه. فارس ازاي النشأ اللي طالع ده والتربيه السويه دي، وخد بالك دي كمان تربيه الاباء، يعني هم مش طالعين كده بنفسهم، لا ده دور اللي زرعوا فيه ابائهم، وده بياكد لك على مدى ان انت ما زلت متمسك بالعراقه والعروبه اللي ما بيننا مهما حصل من بعض الحاجات الصغيره. احنا زي ما قلت لك ظاهر في تفاعل الناس مع كاس العالم، وازاي فكره انك بتحس ان اي نقد سلبي بيخصك انت وبيمسك انت. على الجانب الاخر بنشوف سواء دول اوروبيه او دول في امريكا الجنوبيه ازاي بتقدر تعمل تحالفات وازاي بيكون مشاعرها الرياضيه قريبه جدا. ولكن انت الوقعه اللي انت ذكرتها عن منتخب انجلترا، انا شايف ان افقدت منتخب انجلترا تعاطف كل العرب كتير كتير. انا عايز اقول لك الاف التعليقات على التويت اللي نزلت دي، يعني من العرب كلها سلبية تجاه منتخب انجلترا نتيجة طريقة التفاعل مع الحدث. وانت بتبرز لقطة كان في حاجات كتيرة جدا ممكن تتكلم صفافة. عليها انت المفترض كمنتخب جاي تلعب بطولة كاس عالم، انت المفترض تحاول تقرب من ثقافة الشعوب دي عشان تكسب تعاطف. انا معاك جدا في ده. وكمان بقى فيما يخص الفيديو اللي احنا عرضناه اسامة، انت قلت حتة ان دول اطفال. يا جماعة مشاعر الطفل لا تجزي، مستحيل تحط طفل قدام الكاميرا ويبقى بهذه العفويه ويجذب. مش معنى كده ان الكبار مشاعرهم مختلفه، لانه سما قال حته ان ده تنشئه ونتيجه مجتمع كامل اكيد بيكن مشاعر ايجابيه. ولكن كمان حتى لو الكبير بيكون احيانا عنده مشاعر بيفكر فيها او بيحسبها او بتكون فيها توازن شويه او انفعاليه تجاه موقف او غضب ما، انما الطفل لا، الطفل لا، مش هيجمل الكلام، استحاله. فالمشاعر يا جماعه طالعه بهذا الحب وهذا الكم من الفرحه والتآخي والمحبه، دي رساله اعلاميه وده دورنا هنا. احنا لازم يا جماعه نفرد وقت ومساحات ونروح للحته دي، لان ده دور الاعلام. دور الاعلام ان مش الاهلي خط احمر بس، ده اماكن كتير جدا تشوف فيها الفيديوهات ده، لان كام واحد هتغير ثقافته وعقليته تجاه احداث معينه بتتاخد فيها الصوره ان هو ده مشاعر الناس تجاه شعب زي الشعب المصري. لا، احنا عندنا حاجه كويسه جدا لازم نبني عليها، ونبدا بقى نفكر ازاي نبرز الايجابيات اللي عندنا واللي بيننا وبين بعض. كمان عندنا فيديو تاني بعد بقى الفوز في الملعب، ازاي كان الشعور وكان المشاعر اللي خارجه. وكمان يا اسامه بنشوف كمان النادي الاهلي لما بيخرج بره والمعلقين العرب، ايه كم الحب ده؟ ده حقيقي. وايه كم الشعور؟ يمكن كلام ما بنسمعوش احيانا من البعض اللي ما بيحبش النادي الاهلي هنا. ده حقيقي. لا بتسمعه بره، فده مهم نبني عليه ومهم جدا نروح ونشوف الفيديو ده. شد شعرك شد، المصري جاي من الهند، شد شعرك شد، الثالث جاي من الهند، شد شعرك شد. انا احب اقول كلمه نصيحه انسحبوا، نصيحه انسحبوا، محمد صلاح راح يلعب فيكم، انسحبوا. المنتخب المصري الله يوفقكم باذن الله، الرابع والثالث جاي باذن الله.
والله 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 العظيم والله. هاي هاي رازق. يعني القبلة دي من كل مصري لهؤلاء الأطفال. لا لا اسمها خشب. لا أنا ما يعني اسمهاش قبلة. أنت عامل ماجستير في في اللهجة الخليجية. ولكن مهم جدا يا جماعة نقول إن دي مشاهد بجد تأثير حاجات كتيرة جدا ممكن يكون أقل من تأثير كرة القدم. كرة القدم يا جماعة في وقت وإحنا هنا أسامة كلامنا عن منتخب الجزائر في أوقات كتيرة جدا في الفترة الماضية والمغرب، وكنا بنشوف التفاعل من خلال البرنامج وصفحة القناة على كلامنا هنا، قلنا اتعلمنا من دروس الماضي، اتعلمنا من درس أم درمان، اتعلمنا من حاجات كتيرة جدا إحنا عمرنا ما هنكررها ولا نقع في الفخ ده، لأن لا محتاجين نغير تفكيرنا. وكمان إحنا معانا تويتات كتير جدا لتفاعل الأشقاء في الكويت مع منتخب مصر، ولكن يمكن ناخد بعضها لأن فعلا لو فضلنا على مدار وقت الحلقة مش هنخلص الكلام الإيجابي اللي كان بيتقال. على أساس إن كبار وصغار يعني طبعًا. إحنا شفنا هنا الأطفال، فنشوف بقى اللي علموا الأطفال دول حب الشعب المصري وحب يعني الرياضة المصرية والحالة اللي احنا شفناها من الأطفال دول. فممكن نستعرض بعض التويتات يعني قليل من كثير من الشعب الكويتي دعما لمنتخب مصر والجمهور المصري في المدرجات. ده طبعا عبد الله عيسى بيقول ألف 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 مبروك فوز الفراعنة على منتخب بلجيكا 2-1 بجدارة واستحقاق، وصراحة الجمهور المصري الزواق ملح كل بطولة أو دورة، تعظيم سلام لأبناء النيل. معانا كمان حمد الرفاعي اللي قال الجمهور المصري من أكثر جماهير العالم حبا لمنتخبها على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، إلا أنه الملعب ممتلئ. ودي رسالة جماعة، وإحنا هنا اتكلمنا كتير جدا في حتة لما تحسوا بفترة الناس عندها مشاعر ما فيهاش الحماس تجاه المنتخب، ده عمره ما كان له علاقة بأن الناس يا جماعة بتبطل تحب المنتخب، ولكن الناس منتظرة أن هي تحس أن المنتخب فعلا على قدر تطلعاته. عندنا علي بيقول يستاهلون منتخب الفراعنة، لعبوا مباراة للتاريخ أمام منتخب قوي مثل بلجيكا، استمتعت بالملعب، ما في أحلى من الجمهور المصري العاشق لفريقه دايما وأبدا. الجمهور المصري زي ما قلت لكم بيضرب المثل لجماهير الكرة العربية بشكل عام. يمكن نختم بقى بتويتة لو نقدر نجيبها، هي كانت في آخر التويتات اللي معانا، بيقول فيها أبو الجازي، لو مش موجودة احنا هنقراها لحد ما نقدر نحضرها. بيقول نغني زي ما غنى المصريين والله وعملوها الرجالة، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك للعرب، الفرحة من الكويت إلى مصر، ربنا يديم الأفراح. كل ده يا جماعة مباراة ودية، ولكن بصوا الناس إزاي بتتلكك عشان هي دي، يعني هي دي يا جماعة أنا شايف إن هي تستحق إن إحنا نختم بيها الفقرة دي وتشوفوها إن إزاي الناس بتتفنن وتبرع في كتابة المشاعر الإيجابية ومشاعر المحبة. يعني وصلنا رسالة نتمنى نفهم إن الرياضة زي ما بنقول تقدر تحقق اللي ما فيش حاجات كتيرة جدا تقدر تحققه. نشوفكم بعد الفاصل وانتظرونا، عندنا كلام مهم جدا. ورجعنا لكم، والفقره دي بقى كده ايه، فقره للتاريخ. مستعد لما بعد كاس العالم ده التحدي بقى اللي هو ايه، التوقعات، وهنعمل كل جوله كده توقعات، وكالعاده يعني انتوا عارفين بكسب فارس ما حصلش التوقعات. ما حصلش ليه ده في افريقيا؟ انا خدت كل التوقعات وطلع صح. يا راجل ده انت كنت بتقول انت عمال تعتمد على التاريخ. ده بوركينا ايه اللي حصل فيها؟ عمال تعتمد على التاريخ. انت ناسي بقى بوركينا بقى. مش اتظلمت؟ انت مش اتظلمت ولا لا؟ انت باد لوزر. اتحسب تسلل. انت باد لوزر. اتحسب تسلل من نص الملعب. يا جماعه هو باد لوزر. لا 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 لا، توقعت منتخب مصر يصل للمباراه النهائيه ووصل يعني. فخلينا بقى في كاس العالم ونبدا فقره كده توقعات، هنستعرض المجموعات وكل واحد مننا هيقول المنتخبات اللي هتطلع. طبعا هتتقطع يا اسامه. هتشوف بس ما تجيش تستخبى تاني. دي مجموعات كاس العالم. المجموعه الاولى قطر الاكوادور السنغال هولندا، المجموعه الثانيه انجلترا ايران امريكا ويلز، المجموعه الثالثه الارجنتين ونتمنى يا ميسي تعمل اي حاجه، السعوديه المكسيك بولندا، انا ارجنتيني الهوا، فرنسا استراليا الدنمارك تونس، اسبانيا كوستاريكا المانيا اليابان، بلجيكا كندا المغرب كرواتيا، البرازيل صربيا سويسرا الكاميرون، البرتغال غانا اوروغواي كوريا الجنوبيه. جاهز؟ انت اللي جاهز؟ انا جاهز على طول. تمام، هتعشي فريق الاعداد بالكاميرون. انا جاهز على طول. واحمد سمير البروديوسر. وتيشيرت المنتخب الكسبان هيبقى من الخسران هديه، وده على الهوا. تيشيرت المنتخب اللي هياخد اللقب. انا ما عنديش مشكله. الناس معانا توقعات اهي، اللي هناخد حد من الناس اللي كانت متوقعه مين هيكسب، هيكون توقعه صح،
تمام هنختاره واللي خسران المسابقه دي. لا مش اللي خسران، اسمع بس قول المصطلح بشكل صحيح، قول وانت هتجيب له تيشيرت منتخب. طب برهان شكلك هتجيب تيشيرتين، واحد ليا واحد للخسران. طب نبدا يا عم. يلا بينا. طبعا منتخب قطر. انا نبدا الاول. ابدا يلا. انا اللي معايا المقدمه. ماشي يلا. قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا. مبدئيا كده نسجل اول مفاجاه بالنسبه لكم، انا بتوقع طبعا هولندا، وبتوقع منتخب قطر ان هو يحقق المفاجاه ويصعد من المجموعه دي لاسباب متعلقه ان فريق قطر او منتخب قطر اتحط له استراتيجيه واضحه، لعب مع مدارس امريكا اللاتينيه، لعب مع مدارس اوروبيه، شارك مع كل المدارس، كمان بعتمد انا شويه على عكس فارس على حته ان التاريخ له بعض الحاجات كده بتعيد نفسها مره اخرى، زي ايه؟ زي مثلا ده منتخب يمكن من 88 سنه اول منتخب ما يكونش شارك في التصفيات، شارك قبل كده في كاس العالم وبينظم البطوله، ودايما وابدا مباراه الافتتاح ما بيخسرش فيها الفريق اللي بينظم البطوله، وانا معتمد على دي، اتمنى ان بكره مباراه الافتتاح لو قطر قدرت تحقق نتيجه ايجابيه مع الاكوادور، انا بتوقع ان قطر هتعبر من السنغال وتصعد مع هولندا. يا جماعه الراجل ده جاي يخسر. الراجل ده جاي يخسر، الراجل زودوا التيشيرتات، الراجل ده جاي يخسر، واضحه كده. طبعا يعني انا بالنسبه لي هولندا. خد بالك بس لو قطر بس صعدت. لا ما فيش الكلام ده، احنا هناخد هنعمل نسبه لاجمالي التوقعات. بس شوف انا بعمل ريسك بس ده إيه؟ لا ده ريسك. ده اوت اوف ذا بوكس يعني، لو الامانه قطر عدت معاك انا حتى لو انت خسرت هقول بس الامانه الراجل ده جاء في توقع كان بالنسبه لي مش قريب خالص. الاخطبوط ولا تمساح ولا كده، ده حاجه صعبه جدا يعني. طبعا انا بالنسبه لي هولندا يا جماعه عامله 15 مباراه بلا هزيمه، وهولندا اخر 10 مناسبات طبعا بتعدي دور المجموعات، ما شاركتش في روسيا ولكن هي مرشح اكيد لتصدر المجموعه. طبعا هنبقى بنقول مين اول وتاني، انت كمان عايز قطر اول؟ لا انا قلت هولندا. انا قلت هولندا. يعني ماشي، مش للدرجه دي يعني. هولندا طبعا هتكون اول مجموعه في رايي، والاكوادور والسنغال دي معركه يعني، مش بستبعد قطر، اكيد قطر طبعا تواجدها في البطوله شيء في حد ذاته مشرف، ولكن انا بشوف ان هي مستبعده خالص من المركز الثاني. اكوادور عندها فريق قوي جدا، والسنغال في غياب ساديو ماني ولكن تظل حظوظها الدفاعيه في بطوله الكاميرون استقبلت هدفين بس، فانا بقول السنغال تاني، وان كان النسبه عن الاكوادور قليله جدا ولكن السنغال تاني. هولندا اول والسنغال تاني، وانا اللي جاي اخسر. تمام. المجموعة الثانية انجلترا، ايران، امريكا، ويلز. باختصار شديد كده، برغم يعني حالة عدم التعاطف مع المنتخب الانجليزي، والمنتخب الانجليزي برغم ان هو حقق كأس العالم 66 يعني بهدف حتى هذه اللحظة مشكوك في صحته، ويمكن ما عندوش انجازات كبيرة برغم ان دايما بيكون عنده دوري قوي، برغم ان بيكون عنده منتخب قوي، لكن الفترة الأخيرة قدر منتخب انجلترا ان هو يبدأ يتحسس الطريق للمباريات النهائية وللدور نصف النهائي، فعشان كده بقول انجلترا هيكون متصدر المجموعة، وويلز المنتخب الثاني في المجموعة، ومعاك الحديدة. معايا المايك. بس انت حيرتني، لان انا بالنسبة لي طبعا انجلترا هتتصدر المجموعة. انجلترا من افضل الفرق في تصفيات اوروبا على مستوى فرق الاهداف، مسجلة 39 هدف واستقبلت 3، ومنتخب حتى هاري كين كان البطولة اللي فاتت مسجل 6 اهداف. ده المستبعدين استبعد توني، قام جايب له 2 في السيتي في نفس اليوم. توني عامل مع برينتفورد دوري كبير جدا، ولكن انجلترا في رايي حاسمة صدارة المجموعة دي. هنيجي لايران وامريكا وويلز. طبعا ايران بالنسبه لي مستبعده، وان كان هكتور كوبر اكيد قصدي كيروش. انت دخلت المدربين المصريين، بدات توتر. انت بعد كتر انا مطمن في اللي جاي. انا معايا كده حاجه في السله. فانجلترا طبعا بالنسبه لي ايران مع كيروش حظوظهم في الدفاع، ولكن ويلز وامريكا قريبين جدا، ولكن هروح لامريكا. حلو. هروح لامريكا. حلو الكلام. امريكا عندها مدرب اول مره في تاريخها يكون مدرب، كان لاعب في نسختين قبل كده في كاس العالم، ولكن هي قريبه، ولكن انا هروح لامريكا. خلاص انت كده يعني زي الفل كده، اول مجموعتين يعني ان شاء الله فارس هيجيب التيشيرت. انجلترا. خليني اقول لك بس ايران ممكن وأمريكا. مع كاروس كيروش بتعمل اضواء يعني مباراه قويه جدا. فريق تالت ويرجع يزعل منها. لكن يعني بتقدر ما بتقدرش تصعد للمباراه اللي بعد كده يعني. ايران تقريبا كل 20 سنه بتكسب مباراه في كاس العالم يعني. الارجنتين، السعوديه، المكسيك، بولندا. طبعا احنا بنتمنى يعني لمنتخب السعوديه ان هو يقدم نسخه جيده، خاصه ان المنتخب منتخب قوي ومعاه مدير فني قدير هيرفي رينارد، ولكن الارجنتين طبعا بقياده ميسي، والمكسيك.
الارجنتين مرشح لللقب، الارجنتين مرشح لللقب وفريق قوي جدا. طبعا هي حاسمه بالنسبه لنا صداره المجموعه برضو، صح؟ بس انا قلقان من الارجنتين فكره مرشح لللقب، يعني انا هنيجي بعد كده للي هيصعدوا بعد ما تخسر في المجموعات، هتخسر تاني. انا اتمنى يعني هم عاملين اعلان ظريف جدا عن قصه كاس العالم، وقال لك من 86 الجو كان بيمطر وقت كاس العالم، وكان عندنا احسن لعيب في العالم مارادونا. طب ما احنا دلوقتي عندنا ميسي، كان من مقدمين الفقره بشكل حلو. يعني احنا كده كده هيبقى عندنا في الادوار الاقصائيه توقعات بعد ما انت تجيب التيشيرت في كل مرحله. انت هتجيب تيشيرت، ماشي. فهنيجي بقى الارجنتين. اسامه راح للمكسيك، المكسيك عندها حاجه غريبه، المكسيك من الفرق اللي دايما تتجاوز دور المجموعات، يعني هي شاطره جدا في تجاوز دور المجموعات. بس وتيجي السعوديه بقى وتيجي في النوك اوت وتودع من دور ال 16 على طول. فالمكسيك حضورها، بولندا عندها ليفاندوفسكي، وايضا هي فريق في المجمل متكامل على مستوى التصنيف بتاعه، يعني اكيد مش على مستوى اللقب، ولكن انا برضو هروح للمكسيك بافضليه بسيطه جدا عن بولندا، ومش هتفاجئ لو بولندا صعدت على حساب المكسيك، ولكن نفس اختيار اسامه هنا الارجنتين ثم المكسيك. بدانا التقليد وبدات تتهز ثقتك بس. لا 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 لا، طيب. انا معاك في خلاص. فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس. طبعا يعني نتمنى يعني لنجمنا علي معلول تقديم نسخه يعني جيده على مستوى منتخب تونس وفي كاس العالم. يمكن علي معلول هيدخل للنادي الاهلي ما لا يقل بحد ادنى 180,000 دولار. انتوا عارفين القصه دلوقتي بقى 10,000 دولار للاعب اخر موسمين، يعني علي معلول اخر موسمين كان مع النادي الاهلي، فكل يوم ب 10,000 دولار. يمكن كمان المفاجاه ان بدر بنون المشارك في قائمه منتخب المغرب هيدخل للنادي الاهلي ايضا مبلغ كبير. هتقول لي ازاي وهو دلوقتي احترف؟ لان بدر بنون لاعب من السنتين الاخر سنه ونص مع النادي الاهلي، فهتكون نسبتهم حوالي 130,000 دولار ولا حاجه. طبعا نتمنى ان هم يكملوا اكتر، يعني يفيد النادي الاهلي وطبعا للمنتخبات العربيه. لكن اكيد يعني هروح لفرنسا، يعني دي مرشح برغم الحظ السيء في اصابات نجوم في منتخب فرنسا بشكل قوي جدا، ولكن يبقى فرنسا في الفتره الاخيره مرشح بقوه للدخول للمربع الذهبي على الاقل، يعني فيكون فرنسا متصدر المجموعه والدنمارك هيكون المنتخب الثاني. اعتقد دي مجموعه، يعني طبعا يا جماعه هنا ليس تمنيات، احنا اكيد بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه طبعاً. ولكن دي توقعات قائمه على اراء فنيه اكتر. يعني انا برضو يعني شايف ان فرنسا والدنمارك في المجموعه دي امرهم محسوم بنسبه كبيره، يعني مجموعه سهله شويه في التوقعات. طيب المجموعه اللي بعدها المانيا، اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، اليابان. هو بدا يقلدني عادي جدا. ابدا انا بالمجموعه؟ لا لا لا. طيب المانيا واسبانيا طبعا. ترتيب المانيا عشان ليه نسبه، ليه نسبه، ليه نسبه. طبعا تمام. لو اختلفنا في مجموعه في الترتيب اللي حسمها اللي متوقع صح الترتيب. عشان الباقي ما فيهوش تضارب. ماشي، انا خليني اقول لك ان المانيا يعني غريبه، يعني انا المانيا ما تقدرش تحسم لها موقف، يعني المره اللي فاتت خرجت من دور المجموعات وهي اصلا اكتر فريق وصل للدور نصف النهائي، اكتر فريق لعب نهائيات 8 مرات، لعب بالمباراه النهائيه خسر 4 وفاز في 4. فالمانيا ملهاش مالكه، يعني انا مش هقدر اقول لك هي ممكن تعمل ايه في المجموعه دي. واسبانيا ايضا يعني بتعتمد على يعني مجموعه من الشباب وكده، فهاخد ريسك. خلينا اقول المانيا الاول واسبانيا الثاني، واعتمد على ان المانيا هترجع بنسخه المانيا اللي هي بتاع الفريق او المنتخب اللي بيكمل. شوف انا بشجع المانيا في البطوله وبتعاطف مع البرازيل، ولكن بالنسبه لي اسبانيا المانيا، فلو احنا تطابقنا في المجموعه دي في الاختيارات انا اللي هكسب. طيب يبقى انت قلت المانيا اسبانيا وانا قلت اسبانيا المانيا، صح كده؟ لا العكس، انا اللي قايل اسبانيا المانيا واديك بتغير اهو، يعني مش مستغل افضليه انك بتبدا كمان. اسبانيا المانيا ثم المانيا. طيب بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. ما محسومه باختصار شديد جدا. كرواتيا اول مجموعه، بلجيكا ثاني مجموعه. كرواتيا اول مجموعه. ونتيجه منتخب مصر والتعاطف مع في قطر انت عندك شويه امور عاطفيه. بس انا لا بقول بلجيكا كرواتيا، فلو تطابقنا برضو في الاختيارات هيحسم الاختيار ما بيننا ترتيب المجموعه. ماشي، خليك انت عمال تصعبها على الناس كده. البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. المجموعه دي صعبه. في الثاني مش في الاول طبعا. يعني في يعني منافسه بالتاكيد بين صربيا وسويسرا. خلينا نقول البرازيل صربيا. البرازيل صربيا، وانا برضو بتفق معاك هنا، لو تعادلنا ما حدش هياخد نقط، لان صربيا متروفيتش اكيد عامل مع فولام مستوى كويس، والفريق عنده ادوات كتيره جدا، لعيبه كتير في اليوفي ولعيبه في الدوري الايطالي. وانا شايف ان لا، صربيا مرشح ان هي كمان تكون حصان اسود للبطوله. البرتغال، غانا،
وأوروغواي وكوريا الجنوبية ومدى تأثير تصريحات كريستيانو رونالدو على حالة المنتخب. وشفنا بعض الفيديوهات طبعا لأبناء مانشستر يونايتد الفريق اللي بيعاني بقاله سنوات وسنوات وسنوات، ولكن يبقى دائما وأبدا الفريق الأكثر حصولا على عقود رعاية. وده طبعا يعني بيأكد لك ان القصه مش بطولات. في حاجه فارس؟ لا لا كلام نهيت يعني بطريقه انا بالنسبه لي خلاص مرضي. خلاص كده مرضي. البرتغال و ده عطل اهو. لا اصل يعني مجموعه يعني كوريا داخله منافس بقوه وسون جاهز. خلينا اقول سون عنده مشكله العمليه الجراحيه اللي في العين، قالوا يعني قالوا جاهز في احتماليه يعني، بس قالوا خلاص جاهز. هو موجود في البطوله بس يعني انا بساعدك. لا ما تساعدنيش. خلاص يبقى خد كوريا طالما ما تساعدنيش، دي ردها كوريا على طول، ما تفكرش. اصل اللي بيقول ما تساعدنيش يبقى ياخد كوريا على طول. انا والله شك ان البرتغال اصلا تصعد. البرتغال ما تغششني يا رضا. الحقني يا رضا. البرتغال وأوروجواي وربنا الله الموفق. اول وتاني البرتغال اول أوروجواي تاني. ما تضغطش عليا، ده البرتغال بيعمل ثلاث تعادلات وبعد كده بيوصل. ايه ماشي كده متفقين في المجموعه دي، مع انك رحت الكوريا انا انقذتك في الكلام عن سون. لا لا انا قلت في تنافس. خلاص يبقى احنا كده مختلفين على هولندا قطر، انت اخترت هولندا السنغال، انجلترا ويلز معايا، الارجنتين المكسيك معايا، فرنسا الدنمارك معايا، المانيا اسبانيا، انت اسبانيا المانيا مختلفين في الترتيب بالظبط، وبلجيكا برضو وكرواتيا مختلفين في الترتيب. تمام، البرازيل صربيا متفقين، باقي المجموعات متفقين. عندنا اي تويتات ممكن نعرضها؟ عندنا اي تيشيرتات هنجيبها. طيب عندنا مواعيد مباريات بقى المنتخبات العربيه، عندنا مباريات قطر طبعا هتبدا الافتتاح، وانا بعتمد يا قطر على ان الكاس العالم يا جماعه الراجل ده راهب بكل اللي معاه، كل مباريات الافتتاح مفيش فريق نظم البطوله وخسر، ما تكسروش القاعده بكره. الاكوادور بكره، السنغال وهولندا. انا عايز اقول لك كل المتوقعين في العالم ما حدش قال قطر. انا رايي انت لازم تحضر افتتاح قطر بكره. والله المفترض يعني المفترض تحضر افتتاح قطر بكره، بس انا ما اقدرش يعني في اشغال. هنا الاهلي خط احمر. عندنا السعوديه الارجنتين يوم 22، بولندا يوم 26، المكسيك يوم 30. المنتخب المغربي كرواتيا، بلجيكا، كندا، يعني اعتقد يعني فرص صعبه جدا ومواجهات صعبه جدا للمنتخب المغربي. تونس الدنمارك يوم 22، استراليا 26، فرنسا 30، واكيد معلول كل تمنياتنا بالتوفيق عشان معلول اكيد والاشقاء في تونس حتى لو معلول مش موجود. وطبعا يعني القاره السمراء والقاره الافريقيه، مش فاهم الخماسيه بتاعت علي معلول بس عادي يعني مش يعني تمام. عندنا بقى صوره مباراة غانا، البرتغال، كوريا الجنوبية، أوروجواي، والكاميرون عشان برضو الكاميرون يعني موجودة على الشاشة، سويسرا يوم 24، صربيا يوم 28، البرازيل يوم 2، السنغال هتقابل هولندا، يعني نتمنى لها نتيجة إيجابية، وقطر والسنغال والأكوادور. فدي المباراة. طيب نقدر سريعا ناخد حتى عشان يبقى خلال فقرة معانا لو توقعين ثلاثة ولا مش هيكون في وقت؟ طب كويس يلا السؤال، بتشجع مين في منتخب من المنتخبات في بطولة كأس العالم؟ مهم جدا يا جماعة تعرفوا ان أسامة هيجيب للكسبان تيشرت لان هو هيخسر التوقعات في مفاجأة مدوية. قال قطر حلوة مفيش كلام. لا الصورة بعيدة قوي كده، ده منتخب تونس من أجل علولو، منتخب تونس من أجل علولو، تكرم تونس واللي منها لأجل علولو وحبيبنا. تمام. ده هشام عاطف معانا. إيه تاني كده الصورة أوضح. مساء الفل على دائم التألق، بشجع الأهلي وبس، جميلة جدا دي، ولكن أنت كده مش هتكسب أحمد الحمادي. أنت كده ممكن تكسب تيشرت يا أحمد. نجلاء فتحي بتقول مساء التألق يا مبدعين، ان شاء الله موفقين دائما، انا اشجع البرازيل. معانا احمد نصر بيقول مساء الفل على اجمل فارس واجمل اسامه في الدنيا، منتخب البرتغال طبعا، واتمنى انه ياخد البطوله على الرغم من صعوبات، وافضل ختام لكريستيانو. انا بقى مش معاك عاطفيا خالص، هو رونالدو هو عشان مانشستر. معاك عاطفيا يا احمد خالص، معلش غير اللي بعده. نوجا هتشجع الارجنتين وانا ارجنتيني الهوا يا نوجا. هشجع تونس. محمد عمار بيقول هشجع تونس لان عنده جامعه محترمه واعضاء حلوه، جامعه محترمه، جامعه دي مقصود بها اتحاد الكوره. ما انت هتشجع تونس بس مش هتاخد التيشيرت. محمود ابو ندى بيقول يلا بينا على قناه الاهلي نتفرج على اسامه وفارس وبرنامج الاهلي خط احمر، كده بيشجعنا احنا. هشجع قطر عشان الاخوه، وتونس علشان معلول، والمغرب عشان بنون، والبرتغال عشان كريستيانو. طب كويس ان مفيش خمس ست مصطفى جمال يعني. يا جماعه تذكروا ان فارس ما بيقولش اسمائكم. علي حسن اتمنى فوز الارجنتين. انا كل اللي بيجي لي ارجنتين يا جماعه حاسين بيا.
معانا تويتات تاني قبل ما نطلع. تمام. وائل الامام بيقول توقعي كاس العالم لفرنسا. وائل حفيفي بعيدا عن اي حاجه. توقعي كاس العالم لفرنسا والبرازيل. وانا هورط وائل في حاجه لو خسرت هخليه يجيب التيشيرت بالظبط. وانا كمان يا وائل. هبه سيد بتقول بنتظر يوم السبت عشان استمتع ببرنامج خط احمر وكل اللي نفسي اكتبه واقوله كمشجعه اهلاويه بلاقيه ببرنامج خط احمر. برنامج بيسلق صدور كل الاهلاويه. خساره انه حلقه واحده فقط في الاسبوع. بص يا خدت التيشيرت يعني بغض النظر عن اي حاجه. خلاص في تيشيرت عند فارس يا سام الاهلاوي بيقول برازيلي واسمر حرقاسه سامبا كده. احنا متفقين عشان لان انا سابق. بشوف ايضا البرازيل هي اللي هتكون مرشحه للقب بنسبه كبيره. ابو حلوه بيقول ان شاء الله البابا يرفع الكاس ويعمل هابي اندنج. الارجنتين على ميسي طبعا. طبعا ما مش بقول لك كل بيجي لي ارجنتين. احمد خليفه بيقول استاذ محمد فارس المبدع احمد اسامه بنشكرك اكيد يا احمد. انت دايما وصف الكيان البرازيل ان شاء الله. طبعا ركزوا يا جماعه المنتخبات سيبكم مننا خالص. البرازيل برضو ده انا بوافق عليه. فلو كسبت هبقى سعيد ان اسامه يجيب لك التيشيرت. هو كده كده اسامه شكله يجيب طقم تيشيرتات. لوكا بيقول هشجع المانيا كالعاده ويا رب ما تعملش زي النسخه اللي فاتت. والله يا لوكا انا زعلان قلقان مني. انا راجل بشجع المانيا بس صعب جدا احطها بطل في ظل السكواد اللي موجود. انا عايز اول مجموعه بس. عمر بيقول السلام عليكم اسامه وفارس منورين قناتكم الحبيبه ببرنامجكم. عمر بعنخي اللي بستناه كل اسبوع بحماس. والدفاع عن الاهلي بيشجع كل المنتخبات العربيه وبيتوقع فوز منتخبات فرنسا والبرازيل. اي توقعين يا عمر مش هيكون لك حظوظ في التيشيرت. يا جماعه توقعوا معانا اللي هيكون بطل البطوله. وزي ما قلنا دور المجموعات اللي توقعاته صح فينا انا واسامه ده خلاص الخاسر هو اللي هيجيب لكم التيشيرت. واكيد يعني انتوا شوفوا بقى هتطلبوا ايه من اسامه ونشوفكم بعد الفاصل. تيجي نتفق نبقى نقفل. اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي خط احمر والفقره دي يعني عندنا كاس عالم بكره. عندنا اجواء شفناها واستعرضنا فيديوهات لاطفال في الكويت وهم بيشجعوا قد ايه محمد صلاح وبيشجعوا قد ايه منتخب مصر. وطفل بيقول لك احسن بلد في الدنيا واحسن ناس في الدنيا والبلد بلدكم. وعندنا اجواء رياضيه بشكل واضح جدا بتقرب الشعوب. قلنا تعاطف حتى مع او يعني منتخب انجلترا فقط تعاطف بسبب يعني فيديو صغير كده من وجهه نظري يعني كان مش من الذكاء استخدامه على الاطلاق. وهنا ما زلنا بنعاني وبنعاني مع الكابتن رضا عبد العال. والفقره دي هي هتلخص قصه حياتنا مع الكابتن فقرة رضا عبد العال. الفقره دي نقله حضاريه. يعني هتلخص قصه حياتنا مع الكابتن رضا عبد العال وهتلخص قصه حياه الكابتن رضا عبد العال مع الاعلام والميديا اللي هو ايه؟ انا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم هقول اي كلام. بكره بسم الله الرحمن الرحيم هقول اي كلام تاني بس عكس الكلام الاولاني. فمش هتلاقي لي كلام منطقي، مش هتلاقي لي كلام موضوعي، مش هتلاقي لي كلام حتى فيه يعني احترام لكلمه رياضه. فالكابتن رضا عبد العال زي اللي قدله كثيرا جدا بعد تصريحات عبد الله السعيد لاحد المواقع. وما عندناش مشكله ان عبد الله السعيد يصرح لاي موقع ويستغل كل وسائل الضغط من اجل يعني الانتصار لقضيته. واحنا نفس الكلام، النادي الاهلي بينتصر لقضاياه خاصة لما بيشوف ان القضايا دي عادلة. لكن تناول القضية دي بالشكل اللي ممكن نشوف عليه الكابتن رضا عبد العال، لا ده لازم معاه وقفة. خلينا نطلع كده نتفرج على قصة حياة الكابتن رضا عبد العال اعلاميا في قضية عبد الله السعيد وناخد اول فيديو معانا ونرجع نعقب. ده برضه كان في ضغوط، كان في ضغوط ساعتها ما تتكلمش. ما ضغوط من مين يا كابتن؟ هو دلوقتي الدنيا ما فيهاش ضغوط خلاص يعني الضغوط اتشالت الوقت. فالراجل طلع بالتصريح بيطلع بيتكلم بقى الحقيقه. طب ما هو غلطان يا كابتن. ليه غلطان؟ في غلط بتطلع بتبرر. طب وانت عايز تبطلني ليه كوره؟ مش هيبطلوا يا كابتن. انت كنادي قال عايز هو لو مضى في الزمالك خلاص التفصيل يا كابتن مالهاش دعوه بالتفصيل. المحاربه اللي هو بتاع التصريح النادي بيبحث عن بيبحث ايه؟ مالكش حق خلال شروط جزائيه. مالكش حق يابا، مالكش حق. ما انت لو نقول يا كابتن بص القضاء او يا حبيبي القضاء بتاعك قال لك لا خلاص. انت دلوقتي احتكمت لمين؟ للكاس، لمركز التسويه. للكاس، الكاس مركز التسويه ده هنا في مصر. ما لو مركز التسويه خلاص يبقى احنا كده دلوقتي القضيه في الكاس. ده اسمه مركز التسويه عشان يسويناها، انما هي دلوقتي راحت للكاس دي اعلى حاجه محكمه رياضيه دوليه في العالم بالنسبه للرياضه.
ما اقتنعش بالكلام بتاع بس لسه كابتن لسه قضيه لسه يا حبيبي ما اقتنعش يتم البت فيها يعني لسه صح يا جماعه شهر 5 تقريبا حاجه زي كده هيتم البت فيها ما اعرفش يعني التاريخ بس اكدوا عليا عارف لما تبدا تجيب فيديو لكابتن رضا عبد العال المسابقه اللي ممكن يكون الفايز فيها عباره عن فاي اللي هو مفيش اصلا هو انك تطلع جمله صحيحه من اللي اتقالت من الفيديو اللي انت سمعته ده مش هتلاقي ولا جمله صحيحه مبدئيا بدا يتحدث عن ان النادي الاهلي انت بتبطله كره ليه طب يا كابتن رضا هو انت تعرف اصلا ان قضيه النادي الاهلي مع عبد الله السعيد ممتده بقى لها 4 مواسم يعني هل انت عندك المعلومه دي طيب الاهلي هيبطل لاعب ازاي كوره وهو بيلعب بقى له 4 مواسم مع فريق بيراميدز وسافر لاعب مع اهلي جده وفسخ التعاقد ورجع القضيه ابعدها باختصار شديد يا كابتن رضا عبد العال ان في عقد شريعه متعاقدين وفي طرق مشروعه بيلجا لها الطرفين النادي الاهلي وقع مع عبد الله السعيد ونادي اهلي جده تعاقد ثلاثي ان ما ينفعش يرجع تاني للدوري المصري في حاله الا قبل عدد من السنوات معين تمام وافق اللاعب وافق نادي اهلي جده النادي الاهلي وقع بقى فيه عقد اللي حصل ايه حصل من وجهه نظرنا بعض الشيء ان في تحايل على البند ده حصل فسخ التعاقد ورجع عبد الله السعيد وبقى له 4 سنين فانت يا كابتن رضا طالع بتقول ان النادي الاهلي اللي بيطالب بحقه واللي هيسال امام اعضاء جمعيه عموميه لما يتقال فين حق النادي الاهلي في قضيه عبد الله السعيد وانا هنا مش بقول قضيه عبد الله السعيد هيحكم لصالح النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي لكن انت كنادي اهلي مطلوب بدور تقوم بيه الا وهو انك تتقدم بشكوى ضد اللاعب في كل الجهات اللي ممكن تتقدم بشكوى ليها ده اللي عمله النادي الاهلي هل عبد الله السعيد بطل كره ما حصلش رقم 2 هو عبد الله السعيد اللي هيكون موجع للنادي الاهلي ولا ابن النادي الاهلي او احد ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي زي رمضان صبحي النادي الاهلي لاحق رمضان صبحي بطل رمضان صبحي كره اشتكى رمضان صبحي لم يحدث ليه لان كان في عقد شريعه متعاقدين النادي الاهلي كان جايب رمضان صبحي على سبيل الاعاره انتهت الإعارة رمضان صبحي وقع لنادي بيراميدز هل النادي الأهلي قاضى رمضان صبحي حاول يبطل كرة رمضان صبحي ما حصلش مين بقى اللي ممكن يكون بيعمل كده فعلا وعايز يبطل لعيبة كرة أيوة هو الكابتن رضا عبد العال اللي بيطلع يجيب اللاعب الأرض وفعلا بيبقى انتقاداته لاذعة جدا ضد اللاعبين ويمكن حتى في كل الأندية مش بس في الأهلي ده مسك طارق حامد قبل كده كان حرفيا عايز يبطلوا كرة الكابتن رضا عبد العال جاي يتكلم عن النادي الاهلي ان هو عايز يبطله كوره، الكابتن رضا عبد العال اصلا مش عارف القضيه بتنظر فين، الكابتن رضا عبد العال بيشكك في القضاء المصري، بيقول لك مركز التسويه سويناها، يعني ايه سويناها؟ انت لو مش هتتحاسب على انك بتتكلم عن النادي الاهلي انت المفترض على شاشه واعلاميا تتحاسب على انك بتشكك في احد يعني القضاء او احد المراكز المسؤوله عن الفصل في القضايا اللي بوضوح شديد جدا هيكون ليه دور كبير جدا جدا الفتره القادمه بيتم سن قوانين وتشريعات داخل مجلس النواب بسبب مركز التسويه فحضرتك تيجي بمنتهى السلاسه ومنتهى البساطه تقول اصل مركز التسويه سويناها بص اللي مزعلني في الكلام يا اسامه كم مره احنا هنا قلنا كابتن رضا لازم يتحاسب وللامانه احنا عرضنا مواد في القانون بتجرم التنمر وبتجرم الإساءة وجبنا مقاطع صوتية فيها تنمر على الجسد والشكل والجنسية وكل أنواع التنمر اللي بتنطبق عليها المواد دي وكابتن رضا قلنا متى يحاسب كابتن رضا اللي بيخالف كل معايير إعلامية مش معقول يا جماعة مش معقول إن احنا كل مرة نشوف حد بيطلع على الهوا بيتعامل ان هو قاعد في مصطبة بيقول اللي هو عايزه وانا بعني اللفظ اضرب اي كلام في اي حاجة واقول اي مصطلحات مش هتحاسب عليها هو ده اللي بيعمله وقصة تضرب ولاقي وسخن الفقرة يا جماعة هذا النوع من الاعلام الرديء اللي بيقدمه كابتن رضا عبد العال انا الاوان ان هو ينتهي وانا بشوف ان النادي الاهلي لما يتقال انه بيبطل لاعب كره النادي الاهلي يا جماعه المبادئ لا تتعارض مع ان هو يسعى لحقوقه القانونيه انا حطيت بند في عقد ثلاثي مضى عليه اللاعب مضى عليه النادي الاخر وانا مضيت عليه كنادي اهلي لما البند ده يتم مخالفته هو تقصير في حقوق او تقصير في حقوق النادي الاهلي القانونيه ان اداره النادي الاهلي تتجاهل هذا البند هي تسعى وراء البند ده لا حاولت تشوه اللاعب على المستوى الكروي اللاعب لما راح دخل نادي المئة وهو في نادي بيراميدز بيلعب كل ده في نادي بيراميدز والإعلام كان بيحاول ينجمه ويحوله لأنه هو اللاعب الذي خرج من النادي الأهلي ووصل التألق حاجة تخصه
حاجه تخص النادي اللي بيلعب فيه، ولكن ليه ما بشوفش كابتن رضا بيطلع في استوديو ويتكلم عن فكره كهرباء؟ لو بنتكلم عن حد بيتبطل كوره، ولكن نادي الزمالك بيسعى لحقوق قانونيه، هو شاف ان هو عنده بنود في العقود تخليه كده. كهربا شايف من جهته ان لا، العقد كان فيه امور اخرى والعقد كان توقيعه في توقيت مختلف وامور خد اجراءاته القانونيه. حصل النادي الزمالك على حكم كهربا مطالب بمبلغ مالي، كهربا نتيجته ما بيلعبش كوره. ليه يا كابتن رضا لو هنتكلم بالمنطق ده اولى ان انت تطلع تقول ان كهربا اللاعب صغير السن، مش اللي كابتن عبد الله السعيد يعني ربنا يديله العمر مكمل في الملاعب لسن كبير جدا، كهربا لسه في بدايه او في مشوار كروي في منتصفه، وما سمعناش مره حتى من الوازع ده، لو انا هصدق فيك قوي ان انت حد قلبك على اللعيبه قوي، ده انت ما قلتش مره كهربا هيبطل كوره. اتعاملت ان ده امور باللائحه والقوانين والاحكام القضائيه او سواء خارجيه في اتحاد دولي او غيره وخلاص، اتعاملت ان دي امور خاصه. تعالى بقى نشوف الجهات اللي هنا بتاخد اجراء او بتقول راي في قضيه زي مركز التسويه والتحكيم، كلام كابتن رضا ونظرته عليها ازاي عشان نشوف الصوره كامله. نطلع ونشوف الفيديو. القضايا اللي هو كان رافعها عليه يعني ما توديها للجنه الاولمبيه اللي هو اسمه ايه التسويه دي، مركز التسويه، يا وعايز تاخد منه 2 مليون دولار ليه يعني؟ ما انت سايبه فري. هو مين اللي ضربك على ايدك وقلت له لا انا مش عايزه يروح فنلندا وبعد كده يروح اهلي جده، وبعدين قال لك في الكلام ان هو ايه كتبه في العقد ان هو ما يرجعش يلعب غير للنادي الاهلي في مصر. لا انت، انا حر، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. بس العقد يعني مفيش الكلام ده، ما لو في الكلام ده كان حكم للنادي الاهلي. يعني لو في حكم يا كابتن اهو يا عم، سيبك من اللي هنا، سيبك من اللي هنا، احنا عايزين الحق اللي بره اللي ما يعرفكش ولا يعرفني. ده قال لك على كل مفيش الكلام ده، احنا هنا بنكتب بمزاجنا ونعمل بمزاجنا وبيدوك عشان يجاملوك. يعني انت شايف مركز السويه بيجامل النادي الاهلي؟ ما هو مش محترفين بيه بره، مش محترفين بيه ليه؟ هو جامل النادي الاهلي في الموضوع ده، واخد بالك؟ لان مش من حق النادي الاهلي كان ياخد منه فلوس. هنا يا جماعه لما احنا بنقول لكم يعني ده فكره حتى التراث الشعبي اللي فيه موضوع المصطبه اللي الناس بتقعد تتلاقى عليها وتتكلم عليها، بيكون الكلام منضبط بامور شخصيه، ولكن ان اعلاميا في قناه يطلع يتم الاساءه لهيئه معتمده اصلا في اتجاه داخلي هنا ان تاخد صلاحيات اكبر وتحل نزاعات رياضيه اكبر ويكون لها دور اكبر. اتفرج يا اسامه ازاي في السعوديه بينظر للجان الداخليه يا اسامه اللي بتفض منازعات واحكامها عامله ازاي. شوف ازاي بينظر في الرياضه السعوديه او في الدوري السعودي لاحكامها وارائها وتدخلاتها القانونيه، ازاي بيتم الحديث عليها بمنتهى يا اسامه التحسس لازاي كلمه تتقال او حاجه تتقال. انما يخرج حد يشكك في التوجهات ويشكك في مجامله نادي اهلي ويشكك ان في رغبه في مجامله النادي الاهلي، يا جماعه الجهات دي انتصرت لنادي الزمالك على كابتن احمد الشناوي في احد القضايا، ليه ما حدش اتكلم؟ حارس المرمى عادي جدا يا جماعه، الناس بتحترم، انت بتروح باوراقك وموقفك القانوني مهم، خلاص موقفك القانوني ودي جهه موجوده، انا لو ما لجأتلهاش وهي اسامه موجوده وتقدر تنصفني يبقى انا اللي مقصر. بالزبط. يبقى اللوم مش على النادي الاهلي، واذا كان في جهه اختصاص لازم يتم احترامها. يا جماعه مش سهل انه يطلع تناول جهات موجوده رياضيه بهذا الاسلوب، خصوصا لو لها خلفيات احنا كلنا عارفين ان هي بتسعى لاصلاح الرياضه المصريه وان يكون في انضباط وان يكون في علاقات منظمه ومحدده ما بين اللاعبين وبين الأندية وما بين الاتحادات أيضا. فلا يليق أبدا 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 أن يكون الكلام بهذا الشكل إعلاميا يا أسامة. مركز التسوية فارس لو تتذكر في وقت اللائحة في عهد المهندس محمود طه، مركز التسوية أصدر أحكام كانت مش في صالح النادي الأهلي، ده حقيقي، ومحدش طلع شكك في مركز التسوية ولا اتكلم عن مركز التسوية. ولما نبدأ نطلع نشكك بالشكل ده يعني والله حتى ولا كلام المصاطب بيتقال عليه كده، يعني اللي بيقول الكابتن رضا عبد العال يعني يتنافى مع كل الاداب العامه مش بس الرياضيه، وخلاص زي ما قلنا مش هنقعد نقول حاسبه الكابتن رضا، احنا مش هنتكلم عن حساب، احنا ما يعني احنا بنعرض وبنستعرض الامور بشكل واضح، وهنا بندافع عن حقوق النادي الاهلي اللي الكابتن رضا عبد العال مش مستوعبها، برغم ان هو هيوصل في النهايه لما ناخد الاحداث كده بالتسلسل ان هو اللي بيرد على نفسه. خلينا الاول نشوف وجهه نظر الكابتن رضا عبد العال في قصه النادي الاهلي وعبد الله السعيد من ناحيه المبادئ، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الراجل رجع وخلاص
وهيبدا مع النادي الاهلي العنجهيه والعجرفه، لا مش عايزينه يطلع بره. دي ما بتسميهاش المبادئ بتاعت النادي. مفيش حاجه اسمها مبادئ. وجود النادي الاهلي فيه عنده رولز معينه. مفيش حاجه. لعيب لو عمل كده صلى على النبي. لو عندك مبادئ مش هو راح الزمالك؟ ما ولا فكر فيه. لو انت بقى بتتكلم عن مبادئ بجد. صح ولا غلط؟ انت فكرت في نادي تاني؟ ما تجيليش حتى لو انت ميسي. مش عايزك. صح؟ صح ولا غلط؟ انا بسالك. لا ما انا بقول اصل انت هترجع وتقول لي المبادئ والقيم مفيش الكلام ده. انا بقول لك اهو مبادئ وقيم لما عمل الحركه بتاعت امضاء وتوقيع لنادي الزمالك وربنا ما يلزمني. عارفين الابتزاز بقصه المبادئ؟ ده اللي بيعمله بالظبط الكابتن رضا عبد العال، والغريب ان هو يعني بيسال السؤال للكابتن محمد فاروق وكابتن محمد فاروق مش هيلاقي رد، مش هيعرف يرد عليك. هو الكابتن محمد فاروق بيزقك لسكت ما يمكن دي المبادئ، فانت عشان تقول ايه؟ لا ده مش مبادئ، ده عنجهيه وايه؟ وعجرفه. بيتكلم عن النادي الاهلي بالشكل ده وهو مش مقدر ان هو جاء ارتدى تيشيرت النادي الاهلي بناء على رغبه منه شخصيه، بناء على رغبه منه انقذوني مما يحدث معايا في نادي الزمالك وتعالى وقع. طب وقع امضي. كل شيء كان بيتم برغبه من الكابتن رضا عبد العال، والنادي الاهلي احتضن رضا عبد العال وعمل تاريخ لرضا عبد العال. بالتاكيد هو لعيب كبير، وانا بالنسبه لي بشوفه من على سكه الموهبه وقصه الموهبه، راجل بصير يوصلك للجون من اسهل مكان وله تاريخ. ولكن في النهايه انت جيت للنادي الاهلي برغبه منك، فعلى الاقل قدر السنوات اللي انت عشتها في النادي الاهلي. لا يا سيدي مش هنقدر السنوات دي، خلينا نتكلم بشكل بدون اي تقدير لاي شيء. النادي الاهلي بتبتزه بمبادئه عشان انا اسف ناخد مواقف ساذجه؟ يعني ايه؟ هو عبد الله السعيد لعب يوم بعد ما مدد عقده مع النادي الاهلي؟ عبد الله السعيد مدد عقده النهارده مع النادي الاهلي كان تم اعلان الاستغناء عنه او بيعه وعرضه للبيع مباشره، فازاي بتقول ان ده يتعارض مع مبادئ النادي الاهلي؟ لا، مبادئ النادي الاهلي انت حبيت تروح تلعب جيم من ورايا وحبيت توقع للمنافس عشان تظهرنا انا في صوره الضعيف اللي مش واخد باله اللي انت بتتفاوض من وراه وعادي جاي بتكمل معايا وخلوا الموضوع طايل كتمان. الموضوع انا عرفته، فمن حقي بقى ان انا اتصرف وفق الياتي انا. انا عملت ايه؟ لا انا جبتك مديت تعاقد بعتك وكمان اعلنت الاستغناء عنك، انت ما لبستش شيرت النادي الاهلي. وده كان بيتسق بالمناسبه مع موقف جماهير النادي الاهلي في احد المباريات اعتقد منانا الجابوني، كان الحديث واضح. فقصه ان انت تبتزني بمبادئي فان انا اخسر حقوقي، اخسر حقوقي في لاعب اسيبه كده يروح للمنافس؟ طب ما المنافس ده في قضايا كتيره جدا كان عارف ان في لعيبه هتيجي النادي الاهلي كان بيجمدها. بس احنا اللي بس بنبتز بالمبادئ، احنا عارفين مبادئنا كويس قوي وعارفين احنا بنتعامل ازاي، ومحدش هيبتزنا بمبادئنا عشان نظهر في صوره النادي الساذج اللي بيتنازل عن حقوقه. ده مش هيحصل ابدا لان النادي الاهلي عمره ما هيكون كده ابدا. بص يا اسامه، احنا اكيد مش مستنيين كابتن رضا يعرفنا مبادئ النادي الاهلي. هو كابتن رضا هو اللي عنده المشكله لان هو لا يدرك شيء عن مبادئ النادي الاهلي اللي كابتن وائل الاباني، كابتن شيكابالا، كتير جدا من اللاعبين، كابتن ايمن حفني كان ماضي، غيرهم كتير جدا بقى. مش عايزين نقف عند الاسماء، احنا عايزين نقف عند الفكره. كل دول قالوا يا جماعه احنا عايزين نروح نادي الزمالك او مش عايزين نستكمل توقيعنا او عقودنا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي تعامل معاهم بكل احترام، اتفضلوا. ويمكن صفحات من تاريخ النادي الاهلي كانت لسه منزله مقال يخص كابتن وائل الاباني وازاي هو اصلا الراجل بيتكلم عن النادي الاهلي، ازاي كان بيتعامل معاه وازاي قال له اتفضل روح نادي الزمالك وكان بيدلل على الاحترافيه. فالفكره وائل الاباني يا فارس استلم 100,000 جنيه مقدم تعاقد، وفي لعيبه يعني النادي الاهلي اداله رجع له عقوده قبل ما ياخد ال 100,000 جنيه. طبعا. وده حكاها وائل الاباني بنفسه. وبالمناسبه مش لعيبه اهلي وزمالك بس، كابتن حمزه الجمل كان جاي في التسعينات وكابتن صالح سليم الدنيا اتقلبت في الاسماعيليه، شكرا مش عايزينك. ده حقيقي. وهي الفكره بقى في ايه؟ وكابتن رضا اصلا يعني من 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 ذي قبل، بس الفكره ده مبادئ النادي الاهلي اللي خليته يعمل كده. طب الموقف، وفي حته جدا مهمه لازم نقف عندها واسامه اتكلم فيها اكتر من مره، وهي موضوع ان مبادئ النادي الاهلي يا جماعه مش معناها ان تعالوا الراجل اللي عنده مبادئ اهو تعالوا نضحك عليه، لا طبعا. مين قال لك كده؟ مين قال لك ان مبادئ النادي الاهلي تدعو ان انت تسخر مني؟ لاعب قال في حواره جمله مهمه جدا يا اسامه ناس كتيره ما وقفتش عندها، وهي اصل انا لو كنت قلت ان انا موقع للزمالك كانوا هيجمدوني.
ده معناها ان انت لم تكن صريح، ان انت ما طبقتش اصلا القواعد اللي بتقول في ان النادي اللي بيفاوض لاعب خلال فتره السماح الست شهور يخطر النادي الاخر. هو حد اخطرنا؟ ده احد المسؤولين طلع على الهواء يبارك للكابتن عادل القيعي التجديد والتمديد لعبد الله السعيد واحمد فتحي. وانتوا فاكريننا ايه؟ انتوا فاكرين ان اللاعب يتعاون مع نادي عشان يتقال صفقه القرن؟ وتعالوا اهو ضحكنا على الناس اللي عندهم مبادئ، تعالوا يا ابني نضحك على نادي الاهلي اللي عنده مبادئ. لا طبعا، المبادئ قبل ما هي بتحميك بتحميك من الاخرين، ده معنى المبادئ. مبادئ النادي الاهلي زي ما هي بتحميك داخليا تحميك من استغلال الاخرين للمبادئ. فمبادئي ان ما يتمش استغلالي وان انا اتحول لاضحوكه ان كان بيتبارك لنا على الهوا بالتجديد للاعب هو بقى في نادي الزمالك، واللاعب يتعاون على فكره ان انا بقول ان انا ما اعلنتش عشان كانوا هيجمدوني. اذا اللاعب اللي اتقال له مره ولا اتنين انت بتتفاوض ولا موقع؟ لا بتفاوض، وهو موقع في نادي تاني. لا مبادئي ما تخلينيش اطلع في نهايه المشهد الطرف اللي الجميع بيضحك عليه، مش دي المبادئ. المبادئ اللي تخليني احمي صورتي واحمي نفسي بان اللاعب ما انتقلش بالطريقة اللي كانت غير صريحة وغير أمينة وبالتالي طبعا وغير احترافية، وقلنا مخالفة للوائح، وبعد كده بالسلامة، أنا مش عايزك تلعب عندي يوم. ففكرة ما هو أنت لما أنت مش عايزه خليته ليه؟ ما أنا لو عايزه كنت لعبته، أنا ما لعبتوش بعد كده، وفعلا استغنيت عنه، ولكن استغنيت عنه بالطريقة اللي ما تطلعنيش الناس تضحك عليها في الآخر، وده اللي البعض مش فاهمه، لأن مبادئ النادي الأهلي لها أنياب. مبادئ النادي الاهلي، وحطوا تحت الكلمه دي متخط، مبادئ النادي الاهلي لها انياب. واللي عايز يفهم بقى مبادئ النادي الاهلي لما بتطبق براي كابتن رضا عبد العال نفسه، وان الفكره مش احتياج فني للاعب، نطلع ونشوف كابتن رضا عبد العال هو قال ايه على النادي الاهلي. بمناسبه رمضان صبحي والكلام اللي طالع ان رمضان صبحي ممكن يرجع النادي الاهلي، وده من رابع المستحيلات. مستحيل رجوع طبعا. رمضان صبحي للنادي مستحيل. الاهلي مرة أخرى في هذا التوقيت. ولا التوقيت ده ولا التوقيت ولا اللي بعده، يعني أنا بقول لك في هذا أو هذه الفترة من الزمن. ما أنت عارف الأهلي لما بيقلب على حد أو إن هو بكده خلاص. لا خلاص يعني، لكن رمضان يرجع الأهلي ده موضوع بص أصل منتهي تماما. أصل اللي رمضان عمله مفيش حد عمله خالص في النادي الأهلي. يعني مفيش حد عمله في النادي الأهلي. أفضل أنواع الردود اللي الشخص يرد فيها على نفسه فيثبت للجميع إن القصة اللي بيتكلم فيها هي فعلا اللي ما كانتش مبدأ. أديك أنت بتقول مبادئ إيه دي عجرفة وما فيش حاجة اسمها مبادئ، أنت نفسك اللي عارف لما كانت واقعة سياقها طبيعي والنادي الأهلي فيها بياخد موقف تابع ونابع من فكرة المبدأ كان موقفه صريح وخلاك تقول عمر رمضان ما هيرجع الاهلي لا دلوقتي ولا بعده عشان اللي عمله. ايه اللي خلاك، ايه مرجعيتك وانت قاعد على الهوا؟ اصل كل انسان عنده مرجعيه. ايه اللي خلاك وانت قاعد على الهوا تقول ده؟ ايه مرجعيتك؟ مرجعيتك هي مواقف النادي الاهلي السابقه اللي بتسمى ايه؟ اللي بتسمى في عرفنا احنا كاهلاويه يا اسامه مبادئ النادي الاهلي. هي اللي خلتك تقول، مش تكهن منك ولا مجموعه من قناعاتك الداخليه. انت ما جيتش قلت ايه؟ نتيجه فكرتي انا او رايي انا ان لا ينبغي ان رمضان يرجع، انت ما قلتش كده، انت قلت اللي عمله رمضان يخليه زي ما حصل مع غيره مش هيحصل ده. فانت كويس قوي جواك عارف ان النادي الاهلي عنده مبادئ مش موجوده عند البعض. بص، هو الكابتن رضا عبد العال عنده ازمه من نهايته مع النادي الاهلي، اللي هو دايما شايف ان هو مظلوم، برغم ان الواقع بيقول ان الكابتن رضا عبد العال قصر في اخر ايامه مع النادي الاهلي من زياده وزن لحاجات كثيره جدا لامور يعني انضباطيه بداخل ارض الملعب، فكان في حتى بعض الحوارات بيحكيها عن داخل غرف الملابس، واضح جدا خلافاته مع الكابتن ثابت البطل وعدم احترامه لمنصب مدير الكره في النادي الاهلي، فهو عنده الازمه دي. هو بيقود اي لاعب خارج للنادي الاهلي ان هو يقول لك مفيش حاجه اسمها بادئ النادي الاهلي، وان اللاعب ده تعرض للظلم تعرض للظلم تعرض للظلم. طب تعالوا نشوف قصه ثانيه من حكايه كابتن رضا عبد العال الاعلاميه في قضيه عبد الله السعيد في فيديو هنرجع نعقب عليه. اللي بيعملوه في الناس بيتعمل فيهم دلوقتي بمنتهى الصراحه يعني، وطبعا مش هتسمع الكلام ده من اي حد. يعني لسه فاروق بيقول لك لسه فاروق بيقول لك ايه؟ لا اتصدمت. لا انت ما انصدمتش، انت عارف من ثلاث اسابيع ان رمضان هيمضي البيراميد. مع كل احترام ليك يا فاروق وانت حبيبي وكل حاجه، وتقول لا صدمه؟ لا مش صدمه، دلوقتي الجنيه هو اللي بيتكلم. انت دلوقتي انت عمال تشرح اول سنه 25 وثاني سنه 30 وثالث سنه 35، يعني 90 مليون بالظبط. النادي الاهلي هيديله 90 مليون؟ لا
طيب هو دلوقتي برضو اقول حاجه لجماهير النادي الاهلي، لجماهير النادي الاهلي، انا عارف ان انتوا هتطلعوا من ساعه لما عرفتوا الخبر هتمسكوا رمضان هتشردوه هتشردوا اللي جابوه. طب ليه بقى كده ما نفكر شويه كده، هو مين اللي ماشي رمضان؟ مش مفروض مجلس الاداره؟ مش مجلس الاداره ده لسه مجدد لمروان صبحي، لسه جايب بادجي، لسه جيلاردو، لسه حسين الشحات ب 180 مليون، وانتوا عايزين مليون 100 مليون بس في صفقه رمضان وكان خلصت. مين السبب؟ مين رمضان بكل الناس دي؟ ادفعوا رمضان يا جماعه 90 مليون عشان تريحوا الكابتن رضا عبد العال، ادفعوا له 90 مليون عشان تبقوا راضيين عن ان رمضان صبحي تواجد داخل النادي الاهلي. الحقيقه الكابتن رضا عبد العال في كل موقف في رحيل اي لاعب دايما وابدا هتلاقي النادي الاهلي هو المدان. بيقول ان اللي مشى رمضان صبحي النادي الاهلي، وبدل ما تحاكموا رمضان صبحي فكروا بالعقل وحاكموا مجلس اداره. خليني اقول للكابتن رضا عبد العال، هو يعني لو متابع كره عالميه القصه دي لما حصلت مع لويس فيجو اترمى عليه راس خنزير من الجماهير. انت ما تطالبش الجماهير يبقى اللاعب بتاعي ابني، انا بدعمه، بقول عليه ابن النادي، بديله كريدت، بدعمه في منتخب مصر الاولمبي وهو راكب لابس الشاره، بصنع شخصيه منه بسبب دعم جماهير، بعلمه ازاي يشتغل تحت ضغط، ويجي في الاخر يقعد معايا مع النادي الاهلي ويكون ظنه ان انا مش هقدر اخلصه من هيدرسفيلد، والمدير التنفيذي لهيدرسفيلد يدخل معانا هنا في الاعلام المصري ويقول ان اللاعب كان ابدا موافقه على ان النادي الاهلي هو النادي اللي هيتفاوض معاه ونصل الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد، فيجي رمضان صبح يقول يا جماعه ادوني اسبوع، طب خد يا رمضان اسبوع، فيتعرض عليه ضعف اللي بيتعرض عليه في النادي الاهلي اللي النادي الاهلي اصلا رفعه معاه وقدره كأحد أبناء النادي الأهلي، فيجي رمضان صبحي يقول لك طب اديني كمان أسبوع، لا حضرتك مش كده، حضرتك احنا النادي الأهلي ما بنقفش على حد ولا هنقف على حد، وده تاريخ النادي الأهلي، النادي الأهلي دايماً وأبداً بيحقق انتصارات وبطولات على مر تاريخه، لو النادي الأهلي كان بيقفل على لاعب أو بيقف على لاعب أو حتى جيل بالكامل ما كناش وصلنا إن احنا دلوقتي على قمة الأندية الأفريقية، هي دي أيضاً جزء من مبادئ النادي الأهلي، إن أنا مش هقف على لاعب، مفيش لاعب هيلوي دراعي مهما كان قيمته، مهما كان مهاراته، مهما كانت إمكانياته. ناس كتير جدا بطلوا كوره والنادي الاهلي مكمل في تحقيق البطولات، فانت قال لك ايه قدامك ساعه وترد علينا؟ اه ساعه، لان انا قعدت اتفاوضت معاك كتير، انا كبرتك كلاعب واعتبرتك ابني من ابناء النادي وقعد معاك رئيس النادي الاهلي شخصيا، وانت طلعت موافق خلصوا مع هيدرسفيلد. جينا خلصنا مع هيدرسفيلد، حضرتك اتعرض عليك مبالغ اكبر، انت حر، اخترت الطموح، لكن ما تجيش تقول لجماهير النادي الاهلي وتهيئ جماهير النادي الاهلي بعد رحيل رمضان واحنا داخلين على نهائي دوري ابطال افريقيا وتقول حاسبوا الاداره. ما هي معروفه. ما هي كانت واضحه، احنا بنحطكم في الصوره ليه؟ قصه حياه الكابتن رضا عبد العال مع اي لاعب بينتهي تعاقده مع النادي الاهلي، ايا كان مين المخطئ دايما وابدا هتلاقي مجلس اداره النادي الاهلي هو المخطئ، دايما وابدا العب على فتيل جماهير النادي الاهلي، اوعى تروحوا رمضان. هتروحوا رمضان ليه؟ روحوا لمجلس الاداره، ده جماهير الانديه الاوروبيه بتروح للاعب. انت ما شفتش فيجو حصل فيه ايه؟ انت ما شفتش فيجو حصل فيه ايه؟ فقصه واضحه جدا للكابتن رضا عبد العال، والنادي الاهلي كمل وبعد رمضان وحقق بطولات، والنادي الاهلي يا فارس بيقدر يعوض اي لاعب. بيقدر يعوض اي لاعب لان النادي الاهلي منظومه، عشان كده محاوله ضربها فكره ان فرد مشي، انت تخيل كم الكلام كان عبد الله السعيد بعد ما مشي قد ايه؟ عبد الله السعيد مشي، النادي الاهلي ما فيش لاعب رقم 10 وكل الناس اللي جوه النادي الاهلي حتى بعض ابناء النادي الاهلي في استوديوهات تحليليه عبد الله السعيد كلمه لازم تزجب اي ماتش يخص النادي الاهلي. طب عبد الله السعيد حقق ايه والنادي الاهلي حقق ايه؟ عبد الله السعيد وصل لفين والنادي الاهلي وصل لفين؟ رمضان نفسه فين النهارده؟ رمضان فين على مستوى الارقام؟ فين على مستوى البطولات؟ فين على مستوى الاهداف؟ فين على مستوى انت مش سالتني اي حاجه؟ قول مش سالتني اجاوب بقى. على مستوى الارقام لا، رمضان ارقامه والاصفار امام الواحد الصحيح زادت في البنك. بص يا اسامه، الحته دي برضه انا عندي تعقيب عليها، انا متفق معاك على مستوى ان هو حقق هدف مادي، ولكن يا جماعه برضه ما حدش بيلعب للنادي الاهلي ببلاش. هي الفكره برضه ان لما احنا دايما بنقول ده يا اسامه البعض بيفتكر ان انت في النادي الاهلي هتحقق تاريخ بس، مش حقيقي. انت جوه النادي الاهلي بتحقق فلوس، بتحقق تاريخ، بتحقق اعلانات، بتحقق شهره، فلوس كل ده، وبتحقق تاريخ تراكمي تقدر تبني عليه على مدار سنوات. بس تحت رجله بالظبط. فعشان كده هي دي الفكره، النادي الاهلي ما بيوقفش على حد، وعشان النادي الاهلي ما بيوقفش على حد شوفوا برضو في نفس الظرف الناس اللي بتقول احنا عايزين نبطل لعيبه، شوفوا في نفس الوقت
وقت ما اللعيبه دي مشيت كانوا بيستغلوا فكره رحيلهم ازاي عشان يضربوا النادي الاهلي في ايه. نسمع الفيديو ده وهنفهم الحته دي كويس قوي. اتهز معنويا، لان اول مره كنا نشوف واحد يمشي من النادي الاهلي. وعلى فكره ده كان هو احمد فتحي لو تفتكر. اه بس احمد فتحي ما يعني ما كملش الموضوع، ما كملش، ما هو كان الضربه كلها او النجوميه كلها لعبد الله، واخد بالك؟ فهو اتهز معنويا وتوتر، وبدات ان الجماهير بقت ايه تزوم والكلام ده. فعشان كده قعد فتره عقبال ما استعاد ورجع وجي قفشه طبعا. وعلى فكره لا اهلي ولا زمالك بيقف على ده، ما الخطيب بطل، حسن شحاته بطل، صحيح. الناس دي يعني في الكوره بيجي اللعيبه اللي بعد كده تمام، واخد بالك؟ طاهر ابو زيد بطل، ابراهيم يوسف بطل، اشرف قاسم كله بطل، واخد بالك؟ بس هي المشكله كلها ان النادي مش هيقف. بس في الفتره دي، في الفتره دي لان ما كنتش انت عامل البديل، مش مأمن نفسك ان يجي حد في الحته دي في الوقت ده. موقف رمضان مش مشابه لعبد الله في اي تفاصيل ممكن، لان بص هما الاثنين الاثنين لعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه اللي قالوا للاهلي لا وندموا يا جدع. لا ما فيش حد بيقول والله ندم يا جدع، ما فيش حد والله العظيم يا جدع. الفلوس ما تندمش فين يا كابتن؟ يا كابتن الفلوس ماشي، انا يا كابتن فلوس ما تندمش حد يا كابتن. يا كابتن برضه هرجع طول عمري، انما طول عمري قاعد. فين عبد الله سعيد؟ طب عملوا ايه يا كابتن؟ عملوا ايه لما مشي من ساحل شمالي؟ بسافر بره وباجي من هنا دي بالفلوس ولا بالنجوميه وبالحب؟ تاريخ الفلوس. التاريخ التاريخ يا كابتن. تاريخ ايه؟ ما هم عملوا تاريخ خلاص. يعني هو في النادي الاهلي ما كانش بياخدوا فلوس يا كابتن؟ لا عمل تاريخ، كفايه ان هو طلع بره واحترف بره ولسه عنده 19 سنه، ده تاريخ لوحده. احنا هنضحك على بعض. هي دي الفكره اللي ردينا قبل ما نطلع الفيديو عليها، وهي ان اللعيبه خلاص عمل التاريخ، فتطلع بقى تدور على الفلوس وان المعيار هو الفلوس، واصل هم ما ندموش. لا مين قال لك ما ندموش؟ انا مش عايز اتكلم على حاله لاعبين بعينهم، في لعيبه كانت من ضمنهم هي حلمها ترجع يوم واحد تختم في النادي الاهلي، في لعيبه طلعت من النادي الاهلي لبيراميدز كانت قريبه جدا من ان هي تروح الزمالك. طب ما لو قصه فلوس كنت هتفضل مكمل في بيراميدز، انما ايه اللي خلاك تفكر ترجع الزمالك؟ عشان ظهير جماهيري، عشان بطولات. طب لو على الظهير الجماهيري والبطولات، ما انت كنت في النادي الاهلي اللي كان بيديك اعلى فلوس وظهير جماهيري وبطولات. طب رحت المكان يديك فلوس اعلى تاني وخسرت الحاجات دي، عرفت دلوقتي قيمتها ان انت ترجع تدور عليها. ده معناه ان المعادله الصح ايه؟ ان النادي الاهلي هو المكان الوحيد اللي هيديك الحد المنطقي من كل حاجه، ففي نهايه المعادله وفي نهايه الصوره هتبقى خدت اكتر حاجه مقارنه باي نادي تاني. جزء من الفلوس ممكن تاخد في نادي تاني اكتر، بس هتعوضه في البطولات، هتعوضه في الشعبيه. فلما تيجي تحسبها باكج على بعضها، هتبص دلوقتي هتلاقي الاسماء اللي مكمله في تاريخ الكره المصريه هي الاسماء النادي الاهلي والناس اللي لعبت لانديه عارفه في نهايه مشوارها هتسيب سي في عامل ازاي. فكابتن رضا بيخدع البعض من اللاعبين اللي ممكن يقع في نفس الفخ اللي هو ايه يا اسامه؟ اخرج من النادي الاهلي، ما انت خلاص عملت تاريخ، اعمل بقى فلوس. هو كابتن رضا عبد العال دلوقتي بيجيب فلوس منين؟ بيجيب فلوس منين؟ من اللي بيعمله في الاعلام. تمام، بيعمل في الاعلام ايه؟ ان هو لاعب، ايه اللي جابه في الاعلام اصلا؟ لاعب سابق في الزمالك وختم حياته في النادي الاهلي. باختصار شديد جدا انت وجودك في النادي الاهلي بيديك اصول بتبني عليها وبتستغلها طول ما انت عايش. اساس. البعض راح قال عبد الله سعيد مش فارق معاه، عبد الله سعيد هيخلص كوره لا فارق معاه لا ميديا ولا اعلام ولا تواجد، وهيطلع عند اخوه في احد الدول، هيطلع في امريكا ويعيش، تمام؟ ده البعض، خلاص فكرته، لكن انت كلاعب كوره بتتواجد في الاستوديو التحليل ده بناء على تاريخك، على شعبيتك، على قبول الناس ليك، فما بالك بجماهير زي جماهير النادي الاهلي. ده حقيقي. هتصنع ليك ده رصيدك ما بينتهيش، لكن خلينا نرجع للكابتن رضا عال، وهو بيسال وبيتكلم ان اللعيبه دي مؤثره في تاريخ النادي الاهلي والاهلي عمل ايه من غيرهم؟ لا، الاهلي عمل من غيرهم كتير وهم ما عملوش اي حاجه. الاهلي عمل من غيرهم 2 دوري ابطال افريقيا، الاهلي عمل من غيرهم دوري، الاهلي عمل من غيرهم كاس، 2 سوبر، عمل من غيرهم برونزيتين كاس العالم للانديه، عمل بطولات، حقق بطولات، هم ما حققوش اي حاجه، هم حققوا ايه؟ رصيد في البنك فقط لا غير. مش قابل للزياده، قابل للزياده بالقصه البنكيه، لكن مش قابل للزياده في المستقبل، لان جماهير النادي الاهلي شالت الدعم من عليهم فعرتهم تماما في من الرصيد اللي المفترض هيعيشوا عليه باقي الفتره. لكن الكابتن رضا عبد العال نفسه اللي بيتكلم دلوقتي عن عبد الله السعيد وان النادي الاهلي كان هيبطل عبد الله السعيد، انتقادات كابتن رضا عبد العال اصلا لعبد الله، انتقادات؟ هو انتقد عبد الله السعيد؟ انت
تعالوا نسمع كابتن رضا عبد العال وبي اصلا بيتكلم عن عبد الله سعيد بقى كلاعب كره اللي النادي الاهلي خسره قوي. سعيد طول عمره لا 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 انا 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 بقول لك في الاسماعيلي مؤثر، بص هات في الاهلي مؤثر، هات كل فيديوهاتي وبالذات طبعا بعد بعد ما يعني بقى لوحده يعني. انت هتبعد ليه؟ هات كل فيديوهاتي وهو في النادي الاهلي وشوف انا بقول عليه ايه. مش انت بتقول ان انا ممكن يكون شكرت فيه يوم ماتش الاهلي؟ يعني انت ما بيعجبكش عبد الله السعيد بالنسبه لي؟ لا لا اه انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش لان لا دي لا حتتي بجد. اسمعني ايوه ماشي دي حتتي ايوه مع حتتك يعني بص على عيني وراسي. مين اللي لعب فيها بعد لما تقول لي كلام غريب فيها يا عم انت مالك بقى؟ هو ايه اللي انا مالي؟ ما لازم اناقشك. لا ما هو ايه عبد الله السعيد ما بيعجبكش؟ انت ما شفتنيش؟ لا لازم انت ما شفتنيش؟ ما شفتش حازم امام في الحته دي؟ ما شفتش ابو تريكه في الحته دي؟ لا لا معلش ثواني ده بالنسبه للعيبه دي لسه بيحكي كوره. عرفتوا قصه حياه كابتن رضا عبد العال مع الاعلام ومع التصريحات في قضيه زي قضيه عبد الله السعيد ولاعيبه النادي الاهلي؟ الراجل ما شكرش في عبد الله السعيد ولا كان مقتنع بيه وقالوا لك هات لي تصريحاتي وهو في النادي الاهلي. انا ربما شكرت في مباراة واحدة، متخيلين صانع ألعاب النادي الأهلي كابتن رضا بيقول لك دي منطقتي وحتتي، شكر فيه بس مباراة واحدة وما كانش مقتنع بيه. طب لما أنت مش مقتنع بيه يا كابتن رضا، إزاي شايف إن النادي الأهلي خسره؟ ببساطة شديدة، مين اللي كان عايز يبطلوا كورة كده؟ ولا أنت كنت عايز تبطلوا كورة وهو لاعب في النادي الأهلي ولما اختلف مع النادي الأهلي أصبح النادي الأهلي اللي عاوز يبطلوا كورة؟ يا جماعة هي دي قصة كابتن رضا عبد العال. في أي قضية في أي سيناريو في أي حوار يا فارس هنجيب رضا عبد العال بيناقض رضا عبد العال ومش فاكر هو قال إمبارح. قال لك بيحبي كورة، يعني الراجل قال بيحبي كورة. أعتقد يا جماعة الفقرة دي مهم جدا تفهموا اللي وراها، القصة مش كلام كابتن رضا عبد العال بقدر ما احنا بنوريكم ازاي نفس الموقف بيستغل حسب الظرف وحسب التوقيت في كل الأحوال هتلاقي معادلة واحدة ثابتة. كلام كابتن رضا متغير طول الوقت، دي قاعدة عرفوها، رضا عبد العال كلامه متغير حسب الظرف ولكن القاعدة الثابتة ايه؟ انه بيكون متغير على حسب ضرر النادي الأهلي، بس هنا هنخليك انت ترد على نفسك، نشوفكم بعد. اهلا بحضراتكم من جديد واحنا بنختم الاهلي خط احمر حلقه النهارده. لازم كالعاده بنقدم الشكر لجماهير النادي الاهلي يعني اللي دائما داعمه لبرنامج الاهلي خط احمر والحقيقه يعني بتطوق عنقنا دائما. انا فاكرك هتقول بشكر جماهير الاهلي اللي منتظرين مني التيشيرت. لا ما عشان انا خسرت. انا ما خسرتش. ماشي احنا مع بعض. بكره الافتتاح تمام؟ لو حصل ما توقعته في الافتتاح اعرف انها تمشي معايا فوق. هتبدا بكريدت عالي. لو حصل اللي انت ناوي تعمله ده انا محضر لك شويه حاجات الحلقات الجايه. اعرف ان انا السبت الجاي يعني اقول لك انا بجد والله يا اسامه لازم نشكر الناس تفاعلهم مع فقره التوقعات دي. وطبعا الناس يا جماعه اللي بعت لنا ان احنا بعتوا توقعات واحنا عايزين نشارككم فكره التوقعات على مدار البطوله. كل اسبوع هيبقى معانا توقعاتكم وهيبقى معانا نفكركم بتوقعاتي بقى انا واسامه وفارس الحاله كلها الجميل. والله ما فيش مشكله بس اللي يهمنا الناس تفضل معانا في الحلقه الجميله اللي حصلت. بدات تقلق وتاخد خطوات انا عشانك والله بسيب لك مخرج. ماشي يا عم خلينا نشوف التوقعات الجايه. وطبعا يعني كنا سعداء بالحلقه دي وان شاء الله تكون حلقه عند حسن ظن جميل ويا رب تكون عجبتكم. اكيد بنشكركم في نهايه الحلقه وزي ما بنقول دايما النادي الاهلي في حاجات كتيره جدا حبيناها، حاجات كملت معانا وحاجات فضلت طول الوقت هي ما بتتغيرش، حبها ما بيقلش ولا بيتبدل، على راسها النادي الاهلي وعشان كده كان الاهلي خط احمر.